الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا زيارة رسمية لدولة الإمارات لمدة يومين. ويوجه بسرعة ضبط الجناة في حادث مدينة نصر الإرهابي عقب اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الداخلية. وحفتر والسراج يلتقيان بالإمارات ويتفقان على تشكيل جيش موحد ومنع التدخل الأجنبي في ليبيا. ووزير قطاع الأعمال 207 مليار جنيه أرباح الشركات القابضة بالنصف الأول من العام المالي. واليونسكو تصوت بالموافقة على اعتبار القدس مدينة محتلة. وشاومينج يبدأ التحدي بزعم تسريب امتحان اللغة العربية لتانية ثانوي المقرر أداؤه غدا. ووزارة التموين تتسلم 359 ألف طن قمح ومد ساعات العمل للتاسعة مساء في الصوامة. وإحالة أوراق مغتصب طفلة البامبرز لفضيلة المفتي. مساء الخير، برحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياه. اليوم عدد من الاخبار اللي هنتابعها مع حضراتكم النهارده، والحقيقه يمكن هيكون معظمها وحتى كمان في فقرتنا الرئيسيه ليها علاقه بالشان العربي، بالملفات والازمات العربيه، سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ولقاء مهم حصل في الامارات النهارده ولقاء منتظر عند طبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للامارات بكره. كمان في حاله حراك فيما يتعلق بالشان الفلسطيني، امبارح كنا بنتابع الوثيقة السياسية اللي تم الإعلان عنها من قبل حركة حماس، وده هيكون موضع نقاشنا في فقرتنا الرئيسية النهاردة إن شاء الله مع النائب البرلماني والباحث والمتخصص في الشأن الفلسطيني دكتور سمير غطاس. ده هيكون في الجزء الثاني من حلقتنا بعد متابعتنا للأخبار، وهنبتديها بالزيارة الرسمية المنتظرة بكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة لمدة يومين جاية في إطار التشاور والتنسيق ما بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف القضايا. من المتوقع أن الرئيس هيعقد لقاء مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، هيكون في جلسة مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات ما بين البلدين ومناقشة التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام. الرئاسة في بيان ليها بخصوص زيارة بكرة قالت أن هذه الزيارة جاية في إطار علاقات الأخوة الوثيقة ما بين مصر والإمارات، وهتساهم في دفع أفق التعاون ما بين البلدين في مختلف المجالات، وبتأكد على حرص الجانبين على استمرار التنسيق بخصوص التعامل مع التحديات اللي بتواجه الأمة العربية علشان يكون في تعزيز للعمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأربعاء زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة يومين في إطار التشاور والتنسيق بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف القضايا. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات ثنائية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط. زيارة تأتي في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين بما يسهم في دفع أفق التعاون في مختلف المجالات، وتأكيدا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي. فمصر ترتبط بعلاقة وثيقة مع دولة الإمارات انطلاقا من اقتناع مشترك بين الطرفين
الطرفين للمصالح المشتركة والاعتماد المتبادل، وإيمانا بأهمية واستقرار الطرفين، كانت مصر من أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق الاتحاد فور إعلانه عام 1971، ودعمته كركيزة للأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، وإضافة لقوة جديدة للعرب، قد أدركت الإمارات كذلك أهمية مصر. فكان موقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة سابقا في حرب أكتوبر 1973 باتخاذه قراره التاريخي بدعم المعركة القومية حتى آخر فلس في خزينته. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربا كبيرا بعد ثورة 30 من يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، شملت منحة بقيمة 1 مليار دولار، كما قدمت 1 مليار دولار في 2014 ومليارين دولار في 2015 ومليار أخرى في 2016. نرجع لأخبارنا الداخلية. الرئيس النهاردة عمل اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومع وزراء الدفاع والداخلية والعدل والري والتموين ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة لرئيس المخابرات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. خلال الاجتماع وزير الداخلية قدم تقرير عن ملابسات الحادث الإرهابي اللي تعرض ليه عدد من رجال الشرطة أثناء ما كانوا بيقوم بمهمتهم في تأمين الطريق في القاهرة، وتم توجيه الأجهزة الأمنية إنها تضبط الجناف أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد. خلال الاجتماع كان الملف الاقتصادي برضو حاضر للنقاش، وتم مناقشة استعدادات الحكومة لشهر رمضان وتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. والرئيس وجه بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق، وده بيحصل من خلال تجديد الرقابة على منافذ البيع في المحافظات. أما رئيس الوزراء فعمل اجتماع بخصوص شركة الريف المصري علشان يتم متابعة الشغل اللي بيحصل فيما يتعلق بطرح 1.5 مليون فدان، وكان في اجتماع تاني حوالين متابعة سير العمل في مدينة دمياط الجديدة. الاجتماع ده أنا أسفة كان بحضور محافظ دمياط وعدد من الجهات المعنية اللي شغلها طبعا متعلق بهذا الملف. برضو هنفضل مع نشاط مجلس الوزراء، كان في اجتماع مع دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط عشان يتم استعراض استراتيجية مصر 2030 في إطار استعدادات الوزارة لعقد مؤتمر خلال شهر مايو الجاري علشان يتم استعراض تفاصيل هذه الاستراتيجية. واحنا بنتكلم عن اجتماع الرئيس النهارده وكلام وزير الداخليه بخصوص الحادث الارهابي الخسيس اللي حصل امبارح بالليل واستهدف كمين امني تحديدا كان في مدينه نصر او على طريق اللي هو مؤدي للمقطم. نتيجه الحادث ده للاسف تم استشهاد 3 من رجال الشرطه، هم النقيب محمد عادل وهبة من إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث اسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، بالإضافة لإصابة 6 آخرين من رجال الشرطة. النهاردة حصلت الجنازة العسكرية للشهداء وخرجت من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. المعاينة الأولية للنيابة بينت أن عدد فوارغ الطلقات اللي تم التحفظ عليها ما بين 80 ل90 طلقة نارية، وعملية استهداف الكمين تمت من مسافة قصيرة جدا. حركة حسم أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال رجال الشرطة في هذا الحادث. لفت للنظر، ويمكن احنا دايما بنقف قدام يعني شهدائنا ويبقى في اوقات كتيره بيبقى في كلمات اخيره، كانه بيكون في احساس بانه يعني هيلتقي وجه الله والشهاده قريبه. النقيب محمد وهبه احد شهدائنا طبعا، وان شاء الله في الجنه هم وكل شهدائنا ويعني صبر اهلهم باذن الله، كان كتب على صفحته قبل هذا الحادث: اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظه وهنقابل رب كريم،
ويا بخت من قبله بقلب سليم. شهد كمين بمنطقة مدينة نصر حادثا إرهابيا أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة 5 جنود، تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إختار النيابة التي انتقلت لمكان الحادث وتولت التحقيق. وكشفت معاينة نيابة حوادث شرق القاهرة أن المسلحين أطلقوا ما بين 80 إلى 90 عيارا ناريا، وتم إرسالها للمعمل الجنائي لفحصها. وتبين من معاينة النيابة كذلك أن المسلحين هاجموا أفراد الكمين من مسافة قصيرة للغاية خلال مرورهم بتقاطع طريق الواحة مع دائري مدينة نصر، وفروا هاربين. وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة أيضا بسرعة تشريح ودفن جثث الضحايا، واستعلمت عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الواقعة. شهود عيان أكدوا أن مقاومة قوات أمن الكمين للمسلحين أدت إلى حالة من الارتباك في صفوف المجهولين، نتج عن ذلك توقف عملية إطلاق الأعيرة النارية من جانبهم لمدة لحظات. واضطر 2 من الإرهابيين الملثمين إلى النزول من السيارة وإطلاق النار على الكمين المتحرك، بينما قام آخرون بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإحداث حالة من الذعر بين المواطنين ومنعهم من محاولة التفكير في التدخل. وأشار شهود العيان أيضا إلى أن الإرهابيين فور تنفيذ مخططهم فروا هاربين وهم يطلقون الأعيرة النارية في الهواء، فقام المواطنون بالنزول من سياراتهم للإطمئنان على قوات أمن الكمين، إلا أنه هم وجدوا استشهاد 3 منهم وإصابة آخرين حتى وصلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين والشهداء. وأعلن عناصر وقيادة تنظيم الإخوان الإرهابي التابعين لجبهة القيادي الإخواني المتوفي محمد كمال قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتبنى تقويض مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والعنف عبر صفحة تابعة لها تدعى إعلام المقاومة مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين أمني منطقة مدينة نصر. رحم الله شهداء الوطن، وربنا ينصرنا بإذن الله في معركتنا ضد الإرهاب والمنطقة العربية وما تواجهه. يمكن إحنا بنتكلم كمان ولازم نبص على الوضع في ليبيا، الأزمة المستمرة بقالها سنين، والنهاردة نقدر نقول إن في يعني إن شاء الله يكون في انفراجة، والاتفاق اللي تم التوصل ليه يكون ليه محل على الأرض، ويعني ينعكس على المشهد السياسي المتأزم في ليبيا. بقول لحضراتكم الكلام ده عن اللقاء اللي تم النهاردة ما بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. تم الاتفاق خلال اللقاء على تجاوز النقاط الخلافية، اتكلموا عن تشكيل جيش موحد، عن رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، وإن الاتفاق هيوقع لاحقا بالقاهرة. معنا على التليفون للتعليق السيد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي ومستشار مجلس النواب. برحب بحضرتك معنا سيد خالد، أهلا وسهلا. أهلا بك مدام. سيد خالد، يعني شايف حضرتك اللقاء والاتفاق بأي شكل وما تم الاتفاق عليه من تجاوز النقاط الخلافية، هل بالفعل في فرصة لتحقيق ما تم الإعلان عنه؟ أنا أعتقد أن الآن هذه فرصة هامة جدا، وهي فرصة ربما كانت بدايتها مشروع قدم في القاهرة للوصول إلى توافق حقيقي، توافق برعاية الدول العربية، همها الأساسي هي مصلحة الشعب الليبي وإيجاد حكومة قادرة على مقاومة التمدد الإرهابي الذي يقوده الإخوان المسلمين في المنطقة وخاصة الآن في ليبيا. ربما الآن الجهود أثمرت عن هذه الدعوة التي قدمتها الإمارات، واجتمع خلالها المشير خليفة حفتر، وهذا اللقاء أنا أعتقد أن ما يمكن أن نحلم بالوصول إليه طرح من خلال الدعوة السامية السابقة في القاهرة، وكذلك دعوة الإمارات الآن بأن لابد من الحديث عن مرتكزات أساسية في المشهد الليبي، وهي محاربة الإرهاب، والتي نص عليها هذا الاتفاق وأصر عليها المشير، وموجودة في هذا الاتفاق المبدئي بأنه لا مناص عن محاربة الإرهاب والاستمرار في محاربة الإرهاب. المسألة الثانية، الجيش الموحد بقيادة المشير خليفة حفتر دون مواربة. المسألة الثانية، أن يستبدل المجلس الرئاسي بمجلس من 3 أعضاء على رأسهم أو يتكون من السيد رئيس مجلس النواب والسيد المشير خليفة بجسم حفتر والسيد فايز السراج.
كذلك لابد من إجراء انتخابات في أقرب فرصة، وحجزت لها 6 أشهر من الاتفاق الذي سيبرم لاحقا، ربما سيكون في القاهرة. لابد أن تكون هناك انتخابات خلال 6 أشهر قادمة، بالإضافة إلى أن الحكومة التي تتولى المسؤولية خلال هذه الفترة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جهوية أو حزبية أو مناطقية أو ميليشياوية، وهذه نقاط لا يمكن أن يحدث فيها أي خلاف. لأن مشروعنا، مشروع القوات المسلحة العربية الليبية، مشروع الوطنيين الليبيين الذي انطلق من مدينة بنغازي العاصية، كان يرتكز على هذه المرتكزات الأساسية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك إمكانية للخلافة، ما يكونش فيه محاصصة، وبالتالي يعني محاولة رعاية هذا الاتفاق بشكل أو آخر. تفضلي سيدتي. طيب هنا سيد خالد، يعني قصة أنه اتفاق مبدئي وما هوش اتفاق نهائي وهيتم التوقيع في وقت لاحق، والكلام على أن التوقيع هيكون هنا في القاهرة، هل دي مسألة شكلية ولا في خلال المدة لحين التوقيع بشكل نهائي ممكن يجد شيء؟ لا أعتقد أنه يمكن أن يوجد شيء قبل التوقيع النهائي، وقبل الالتزام خاصة من يمثله السراج ببنود هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق هو جوهر حل المشكل في ليبيا، باعتبار أن الآن بهذا الاتفاق واقتناع السيد فايز السراج بما ورد من نقاط في هذا الاتفاق، إذن هو يصل معنا إلى أن الإشكال في الصراع الليبي ليس إشكالا سياسيا، إنما هو إشكال أمني عسكري بالدرجة الأولى، هو محاربة الميليشيات المسلحة، محاربة الإرهاب، تكوين جيش وطني ومؤسسات أمنية وشرطية تستطيع السيطرة على البلاد الممتدة الأطراف. نحن لدينا دولة تبلغ حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، وبالتالي لابد لها من قوة للسيطرة على هذه المساحة الهائلة، وبالتالي لم نجد أي غضاضة أو لم توجد أي اختلافات في المسألة السياسية، بدليل الدخيل بالمجلس المقترح وهو من 3 أشخاص، سيد رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر وفايز السراج، حكومة غير مناطقية وغير حزبية، انتخابات خلال 6 أشهر، وأن يتم فقط خلال الفترة القادمة توقيع هذا الاتفاق زي ما شرحنا. طيب من المنتظر أن في زيارة بكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، هل في توقعات أو تم الإعلان عن لقاء رباعي؟ يعني بنتكلم أنه القاهرة كانت راعية للاتفاق واللقاءات اللي تمت على مدار الفترة اللي فاتت. بدون شك أن نجاح هذا اللقاء في الإمارات كان أحد أسبابه ما قدمته القاهرة من رعاية، وشملتنا بالرعاية لحل هذه المشكلة الحقيقية، وأنا أعتقد أن أسست القاهرة بأنها تستطيع معرفة الواقع الليبي وتستطيع المشاركة في حل حقيقي لما حدث ويحدث في ليبيا، بدليل أن الكثير من المبادرات من جانب بعض الدول الصديقة والشقيقة والدول المحيطة بنا لم تنجح، لأن كانت تضع الإسلام السياسي، كانت تضع الإخوان المسلمين كجزء من الحل، في حين أنهم هم المشكلة الحقيقية وليس جزء من الحل. ولكن هذا الأمر أنا أعتقد أن المبادرة المصرية في الفترة الماضية أتت أكلها الآن، وهي تتحقق طيب. مثال رعاية إحنا دولة الإمارات. إحنا كده بنتكلم أيوة عن دور دولة الإمارات. اللقاء ربما سيشمل لقاء رباعي ما بين الرئيس السيسي والأمير والمشير وكذلك فايز السراج. طيب بنؤكد على دور الإمارات ودور القاهرة، لكن حضرتك أشرت لمبادرات من دول عربية صديقة وشقيقة أو مجاورة، هنا تحديدا تتوقع أو قرايتك للمشهد، أطراف عربية يعني بشكل أو بآخر هي متدخلة في الأزمة الليبية، تتوقع أنه يكون في تغير في التعاطي مع المشهد الليبي بعد هذا الاتفاق؟ يعني لو كلمنا عن دول الخليج أو تحديدا المملكة العربية السعودية، لو كلمنا عن دول المغرب العربي وتحديدا الجزائر. أنا أعتقد أن السعودية ستبارك هذا الاتفاق وستكون داعمة لهذا الاتفاق، لأن السعودية كانت منذ البداية داعمة لموقفنا في مواجهة الإرهاب ومواجهة الجماعات المسلحة، كما كانت داعمة لجمهورية مصر العربية في مواجهتها للإرهاب حتى الآن، بالإضافة إلى أن الأشقاء ربما عانوا ما عانوه وخاصة في المغرب العربي مثل الجزائر وتونس من الإرهاب، ولكنهم لديهم ربما رؤية أخرى قد تختلف
بأنه لابد أن يكون هؤلاء الإسلامويون جزء من الحل. في حين أن أعتقد أننا وصلنا إلى قناعة من خلال 7 سنوات من التعامل مع هذه الميليشيات المتطرفة ومع هؤلاء المتطرفين والإسلامويين بما فيهم داعش وأنصار الشريعة والإخوان، أنه لا يمكن أن يكونوا جزء لأنهم أساسا هم المشكلة. من الذي انقلب على اتفاق مجلس النواب والانتخابات التشريعية في ليبيا؟ انقلب عليها الإخوان، انقلبت عليها الميليشيات المسلحة، انقلب عليها أنصار الشريعة، وبالتالي لا يمكن أن نركن لهم في حل مشكل في ليبيا. وللأسف أن بعض الدول خاصة تونس والجزائر إلى حد كبير هي ترى بأن لابد أن يشرك الإخوان المسلمين في أي حل للمشكل السياسي الليبي. لكن عدم إشراكهم ممكن ده ينعكس على الأرض في يعني استمرار تأزم الموقف في ليبيا، ولا الاتفاق ده هيحل كل هذه المشاكل؟ أنا أعتقد أن إذا دعم هذا الاتفاق من الأطراف التي تدعم السراج وتدعم اتفاق القيرات سنصل إلى حل حقيقي، حل يمكن من خلال دعم القوات المسلحة، رفع حظر التسليح على القوات المسلحة. هذا الأمر سينهي كل هذه المشكلات بشكل نهائي. وأنا أعتقد أن مشاركة الإسلام السياسي في المشهد الليبي سيزيد المشهد توترا وسيزيده تأزما ولن يكون له حل، على الرغم من أن جزء لا بأس به من الجماعات المتطرفة خاصة المقاتلة وأنصار الشريعة وبقايا القاعدة تتمكن من بعض المفاصل في طرابلس، في مصراتة، في زاوية، في صبراتة، على الرغم من خروج الشارع الآن على مثل هذه الميليشيات. ولعلنا رأينا المظاهرات الأخيرة في طرابلس ومطالبتهم بالأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية كما يحدث لدينا في شرق ليبيا وفي برقة، وكذلك مطالبتهم بالمشير خليفة حفتر والقوات المسلحة كي تنهي هذا التشظم وهذا التشظي وهذه الميليشيات التي تتحكم في المشهد في طرابلس. السؤال الأخير سيد خالد، التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا، وحضرتك يمكن من ثواني كنت بتشير لمسألة ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وده كان مطلب تبعناه من فترة وما تمش الاستجابة ليه، وبالإشارة لدور المبعوث الأممي في ليبيا، ويعني كتير من المراقبين واللبيين أنفسهم أدانوا هذا التدخل وأنه زاد الموقف تعقيدا. الأمم المتحدة وتعطيها مع الوضع في ليبيا بعد هذا الاتفاق؟ أنا أعتقد أن الآن نحن نعلم من وراء الخيرات ومشروع اتفاق الخيرات. هذه الدول الست برعاية أمريكية هي التي تدعم هذا التوجه وهذا الاتفاق، وهي تدعم السيد فايز السراج. إذا على هذه الدول الآن عندما وصل السيد السراج، ولا أعتقد أنه هو وصل إلى هذا الاتفاق من بناء أفكاره، لابد أن يكون له ما له حتى وصل إلى هذا الاتفاق وحتى وصل إلى الموافقة على هذا البيان الذي لم يتلى ولكن تم تسريبه. هذا الاتفاق لم يخرج من بين أفكار السراج فقط، ولكنه تعاطى مع الأفكار وتعاطى مع توابط السيد المشير خليفة حفتر، وبالتالي على الدول التي بالفعل تدعم السراج وتدعم هذا التوافق الذي حدث في الخيرات أن تدعم هذا الاتفاق. وبالتالي ليس أمامها إلا دعم القوات المسلحة ورفع الغطاء عن كل الميليشيات المسلحة تحت كل المسميات، مناطقية، نهوية، حزبية، سواء كانت مقاتلة أو إخوان أو قاعدة أو بنية مرصوصة أو غيره. إن شاء الله الوضع يستقر والأزمة تنتهي على خير. سيد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي ومستشار مجلس النواب الليبي، طبعا شكرا جزيلا لحضرتك. النهاردة منظمة اليونسكو صوتت بالموافقة على قرار بينص على عدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة. المنظمة صوتت بغالبية 22 صوت مقابل 10 لصالح القرار، قرار اعتبار القدس مدينة محتلة. بيؤكد كمان مشروع القرار ده أن إسرائيل بتحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويشمل الاعتراف أن المقابر في مدينة الخليل وقبر الرحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.
انتصار فلسطيني. نعم، هذا ما حدث عقب تصويت منظمة العلوم والثقافة والتربية اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بغالبية 22 عضوا مقابل 10 لصالح قرار اعتبار القدس محتلة، وأيدت 22 دولة مشروع القرار فيما عارضت 10 دول وامتنع 23 دولة عن التصويت. ويؤكد مشروع القرار على أن البلدة القديمة في القدس هي فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع تأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين. ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحيها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت في أكتوبر الماضي تعليق تعاونها مع منظمة اليونسكو احتجاجا على تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة لصالح مشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين. ويؤكد القرار على عدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطات الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحيطها. وجاء القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016، والذي أكد على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به. نرجع لأخبارنا، وبالنسبة لي طبعا احنا في موسم توريد القمح، فهنشوف الموقف وإن شاء الله يكون موسم بلا مشاكل ولا مخالفات ولا الفساد اللي حصل قبل كده. ويمكن تابعنا تم الإعلان عن ضوابط وتوقعات إن يعني المحصول يكون أكتر من السنة اللي فاتت، وده اللي اتقال النهاردة من وزارة التموين، إن كميات القمح المحلي الموردة لجهات التسويق ارتفعت وسجلت 359,565 ألف طن من ساعة ما اتفتح باب التوريد وحتى النهاردة، مقابل حوالي 395,523 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووزارة التموين قررت مد ساعات العمل في الصوامع عشان يستمر استلام القمح للساعة 9 بدلا من الساعة 6. أستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. برضو كده تفاصيل عن الموقف بالنسبة لأعمال توريد القمح وسبب مد ساعات العمل، ده ليه علاقة أنه يعني في شغل وفي إقبال أكتر ولا إيه يا فندم بالظبط؟ بالفعل حضرتك، موسم توريد القمح المحلي دخل مرحلة الذروة، وارتفعت معدلات التوريد اليومية، والنهاردة شفنا معدلات التوريد ارتفعت لما يقارب 70,000 طن في اليوم بالإجمالي اللي حضرتك ذكرتيه مقارنة بالعام الماضي. مد ساعات العمل اللي هدف منه حضرتك ان احنا نقدر نخلص كل جمله القمح اللي جاي اللي محتاج يتسلم للشون والصناعه او الجهات المسوقه بشكل عام، وما نلقيش اي شحنات اليوم الثاني علشان خاطر نقدر نيسر ونخفف حجه الزحام والتكدس. المطلوب من الساده الموردين والمزارعين احنا محتاجين بس ان يبقى في انتظام وفقا للضوابط الموجوده من جهات الاستلام في مواقع استلام القمح، يعني الالتزام بالطابور وبالمعاد علشان خاطر يبقى في حركه في عمليه الفرد وعمليه يعني زي ما الاوزان وكل القمح على في اماكن التوزيع. احنا بنتكلم في موسم توريد القمح، وده موسم استثنائي لانه جاب ما حدث العام الماضي. احنا بنؤكد ان احنا ملتزمين بكل الضوابط التي خرجت عن توصيات مجلس الحقائق البرلمانيه التي قامت باجراء تحقيقات جيده جدا وممتازه فيما يخص توريد القمح المحلي. اخذنا في الاعتبار جميع هذه التوصيات، واهمها على الاطلاق ان الجهات الحكوميه الشركه الخاصه بالصناعات الغذائيه والشركات المطاحنة التابعه لها بالاضافه الى شركات الصوامع والبنك الزراعي هم من يتولون عملية تسويق القمح من الألف إلى الياء. لا وجود للقطاع الخاص في التسويق هذا الموسم وفقا للتوصيات أن تقصي الحقائق. الجهات الحكومية هي التي تشتري وتخزن القمح في النقاط التخزينية المملوكة لها. وأؤكد لحضرتك أن القمح سيخزن في الصوامع والحجر والبناكر المعدة لهذا الغرض. كويس. عندنا ساعات تخزينية بتستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن قمح. تمام.
ان شاء الله الدنيا تمشي تمام، ما بقاش في اي مشاكل زي ما حضرتك كده اتكلمت. استاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا لحضرتك. طيب في خبر كويس، لانه اخيرا يعني تقريبا كده انه الحمد لله خلصنا قانون الاستثمار، ودايما بنقول هي العبره مش بالقانون، احنا عايزين المناخ، لكن برضو القانون مهم علشان نشوف يكون في بيئه تشريعيه محفزه للاستثمار في مصر. قانون الاستثمار موافقه من البرلمان من حيث المبدا، نفهم التفاصيل من سياده النائب عمرو الجهري وكيل اللجنه الاقتصاديه بالمجلس. مساء الخير يا سياده النائب. مساء النور. اهلا يا استاذ رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب نفهم بس يعني ايه من حيث المبدا، يعني القانون تم التصويت عليه لسه يعني جلسه عامه، ايه اللي حصل؟ هو زي ما انت قلت اخيرا يعني بقى لنا سنتين ونص في قانون الاستثمار وطير ثلاث وزراء والقانون ما صدرش، لكن طبعا احنا القانون الاستثمار قانون مهم ويمكن قانون حساس جدا، لان في حاجات كثيره جدا بتمس الدوله والمواطن والمستثمر. فطبعا التصويت بيتم الطبيعي، الاجراءات الطبيعيه ان بيطلع القانون ورئيس المجلس بيصوت عليه من حيث المبدا، بيتم التصويت عليه، وفعلا هو خد موافقه التصويت من الساده الاعضاء الحاضرين من حيث المبدا، وبيبدا مناقشته ماده ماده. يمكن احنا بالتوقيت اللي بتكلميني فيه ده كنا حوالي 20 او 21 ماده جاري حاليا مناقشتهم. القانون حوالي ما بين 94 ل 92 ماده. ربنا يسهل، ممكن ياخد معانا يومين 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 بالثلاثه. هي لسه الجلسه شغاله يا سياده النائب ولا خلاص؟ نعم لسه الجلسه شغاله. لا الجلسه ما زالت شغاله، الجلسه ما زالت شغاله، وبيجي في لجنه كمان هتنعقد عشان بعض الخلافات في بعض المواد عشان البت فيها النهائي يعني النهارده ان شاء الله. ده اكتر الخلافات في اي مواد او بخصوص ايه؟ انت عارفه اللغط كله على ماده المناطق الحره الخاصه، رغم ان انا بقول للزملاء الاهميه مش يعني بلاش نختزل القانون في المناطق الحره الخاصه، بس نظرا للضغوط الكثيره من خلال المستثمرين اللي عندهم مشروعات مناطق حره خاصه والضغوط الكثيره حول الحوارات الكثيره حول المناطق الحره الخاصه، لكن القانون في حاجات كثيره جدا ذات اهميه يمكن تكاد تفوق اهميه عن المناطق الحره الخاصه، زي تخصيص الاراضي، زي الحوافز، يمكن برضه لسه هنتناقش موضوع لسه كنت اقول لك حافز استثمار برضه عامله مشكله شويه. الحوافز لجنه الحوافز كبيره جدا، معرفش ليه تم تعديلها بهذا الشكل. كان مفترض انها يعني احنا كنا بنتكلم في 40% من العائد من بعد تخصيص المشروع او المصنع ان احنا نرجعهم للمستثمر. طيب. وانا كنت شايف 40% كمان كتير، لكن قالوا لا ده احنا عايزين نحاول، وجيت ان هم عملوها 70%، فطبعا ده رقم كبير جدا لسه نتوقف عنده. الخريطه الاستثماريه ما جاتش، فاحنا مش عارفين لسه المشروعات اللي هيتم تخصيص الاراضي عليها، اللائحه التنفيذيه مهم جدا انها تعقب القانون بفتره قصيره وتكون ملائمه للقانون ما تتعارضش معاه. لسه حاليا في حالات نقاش، بس يعني القانون بشكل عام ماشي في اطار سريع، يعني مش يعني هتوقف. بتقولي جلستين ثلاثه المواد اللي فيها معالجه ستتم معالجتها اليوم ان شاء الله، يعني ممكن على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نكون خلصنا القانون، وبرده اللائحه التنفيذيه ما تاخدش وقت طويل زي القانون، يعني نخلصها هي كمان. من اول تعليقاتنا على الوزيره بنقول لها وهي متواجده لابد ان اللائحه التنفيذيه تكون موجوده، وين انا بالنسبه لي كشخص كعمر ان انا شايف كمان ان الخريطه الاستثماريه، لان انا ببتدي دلوقتي وبمشي قانون على استثمارات في مناطق معينه، محتاج ان انا اشوف الخريطه الاستثماريه اللي هيتم تخصيص الاراضي فيها، فدي مهمه جدا عشان ابقى عارف انا خصصت في انهي اماكن. صحيح. فكل دي نقطه، واتكلمنا برضو في نقطه 20% العماله، دي العماله الاجنبيه دي مهمه جدا برضو، انا كنت بحبذ انها تكون 10%، لكن هي فيها اختلافات في بعض الاراء شايفه ان محتاج عماله. وانتوا كده ممكن ترجعوا للحكومه تاني، ممكن يعني الحاجات الخلافيه دي هتحلوها وتخلصوها كمجلس، ولا ممكن نرجع للحكومه نتوافق بخصوصها؟ لا ما هو الحكومه موجوده في الجلسه، ما احنا بنتناقش، ما هو النقطه ان الحكومه اوريدي موجوده معانا والوزيره موجوده. طيب. وجانب الحكومه اي حاجه فتخلص بقى في الجلسه، مش لسه هتروح ونرد يعني. لا هو القانون هيخلص ان شاء الله، هيخلص في الجلستين او الثلاثه دول من خلال الحكومه او البرلمان، لكن هينتهي منه، ولا هيرجع اللجنه يتناقش يناقش على فترات، ولا هيرجع للحكومه يناقش، لا هو ان شاء الله الرد هينتهي في خلال ال 48 ساعه دول القادمين ان شاء الله. طيب في خبر عاجل ان الرئيس بخصوص التشريعات برضو بيصدر تعديلات قانون التظاهر اللي طبعا حضرتكم اشتغلتوا عليه وتم نشره بالجريده الرسميه، يعني الحقيقه احنا محتاجين فيه تشريعات في شغل كتير قوي، والانتقاد اللي كان لمجلس النواب انه نفسه طويل، فاحنا محتاجين الحاله دي وحراك نشوفه من قبل المجلس يا سياده النائب.
انت عارفه حضرتك في قوانين ممكن تخلصيها بسرعه، بس انت قوانين مهمه فمحتاجه نقاشات. يعني انا ليه وجهه نظر، الاستاذ الزملاء ليه وجهه نظر، فمحتاجين ان احنا نتناقش. ما ينفعش برضو القانون فيه مواد حساسه، ما ينفعش اقول مستثمر اجنبي يجي وانا مش عارف جنسيته، خد الارض دي ولا ما تاخدهاش، طب المشروع هينفذه ولا مش هينفذه، طب لو ما نفذش المشروع اقدر اعمل ايه. ففي اجراءات طبيعيه، المستثمر ده بيجي ياخد اقامه، بياخد اقامه على المشروع، بيجيب عماله معاه من بره، بيحولهم فلوسهم، في اجراءات كثيره جدا. بالمناسبه يا سياده النائب، وانت بتتكلم سياده النائب حقوق الدوله وحقوق المواطنين فيها، بالمناسبه وانت بتتكلم معايا عن المستثمر الاجنبي، الكلام اللي اتقال عن تشريع بيتم الاعداد ليه، وعايزين نفهم موقفه، وانه يعني ده من الحكومه ولجنه الدفاع والامن القومي اقرته ووافقت عليه، اللي هو انه يتم اعطاء الجنسيه المصريه او الجنسيه مقابل وديعه في البنك، اقامه او جنسيه، يعني سيادة انا عارفه انه لسه بتشتغلوا يعني بتناقشوا الموضوع ده، الكلام ده تم الاستقرار عليه في اعتراضات، يعني شايفينها ازاي؟ لا خالص، الموضوع ده أثير في لجنة الدفاع والأمن القومي ولسه ما نزلش الجلسة العامة. يمكن أنا تناقشت فيه مع الزملاء وكان في حوار بيني وبينهم، وقلت لهم يا جماعة ده قانون الاستثمار بيتعارض مع اللي أنتوا بتقولوا، أنتوا بتقولوا إن اعمل خد إقامة في مقابل وديعة، طب قانون الاستثمار بيدي لك أوريدي إقامة من غير ما تعمل وديعة، ده بيدي لك مجرد ما تقول أنا عايز مشروع كذا وأنت أجنبي بيدي لك إقامة. تاني حاجه، العماله اللي انت بتجيبها من الخارج بيديها برضو اقامه عشان بيعملوا في المشروع، عشان كده بتكلم ان الاتجاه انه مش اقامه جنسيه، صح؟ الكلام عن جنسيه، هم بيقولوا ان اقامه مقابل وديعه وبعد 5 سنوات يا بنت في امر الجنسيه. فهو من المبدا الاساسي لما نيجي نتكلم لواحد قول له ادفع اقامه مقابل وديعه، يبقى هو مش هيعمل، ما هو عنده قانون استثمار. وتناقشت برضه في نقطه ثانيه، دلوقتي لو مستثمر اجنبي ايه اللي يخليه يطلب الجنسيه مني؟ لان هو اوريدي مستثمر عايز يحافظ على حقوقه، فمهم جدا ان هو حتى لو لا قدر الله اي مشكله حصلت بينه وما بين الدوله يقول لك انا قضيك دوليا، فلازم اكون دوله جنسيه غير الجنسيه. فالمستثمرين ما بيحبذوش موضوع الجنسيه، هي موضوع الجنسيه ممكن يكون بعض الناس اللي عايزه يعني تعيش في البلد هنا او تستوطن في البلد هنا، او عايزه شايفه مثلا هتمارس العمل التجاري او نشاط زي ده، لكن انا شايف الموضوع لسه عليه نقاشات، وانا شايف انا يعني لازم يكون في تحفظات عليه كثيره جدا، محتاجين نسمع اراء الحكومه من خلاله، محتاجين نسمع اراء النواب. يمكن اللي كانوا بيتكلموا بس انا سالوني من جانب استثماري او اقتصادي، فقلت لهم يا جماعه ده مش ليس دون جدوى. في نقطه كمان، ان الجنسيه دي بعد 5 سنوات لو احد خد الجنسيه من حقه ان ينزل البرلمان، من حقه ان يبقى يمارس السلطه التشريعيه، من حقه ان يدخل في اعضاء الحكومه، فدي برضه حاجات لابد. فانت متخوف برضه ابعاد ثانيه للامن القومي. لكن على كل الاحوال، حتى لما كان معايا معالي السفير اشرف سلطان متحدث باسم مجلس الوزراء وكلمته عن مشروع القانون ده، فقال انه احنا لسه بندرس وكل الخيارات والبدائل المطروحه، ومش هنعمل حاجه الا للصالح العام، وحاجه ما تضرش الامن القومي بكل تاكيد. فاحنا كنا بنفهم برضو طبيعه النقاشات اللي بتتم، الحكومه بتعمل ايه، لجنه الدفاع والامن القومي ازاي بتفكر وتشتغل على المشروع ده، هيطلع للنور او لا. على كل الاحوال احنا هنتابع وهنشوف. شكرا جزيلا سياده النائب عمرو الجهري وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم معانا مره ثانيه. الحقيقه وانا ببص الخبر دلوقتي يعني بتاكد انه صح، انه انا قارياه صح، وانه يعني الكلام حقيقي، لانه لاول مره يتم الاعلان عن ارباح لشركات قطاع الاعمال العام. ده بنتكلم انها خسرانه، طب نبيع، نخصخص، الكلام ده كله، طب نشوف ايه نعمل، نطرح في البورصه. النهارده دكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام قال ان حجم الارباح بالنصف الاول من العام المالي الحالي بدايه من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر في الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه. الوزير قال الكلام ده خلال ما كان بيجتمع مع لجنة الصناعة في مجلس النواب علشان قصة تطوير شركات الغزل والنسيج، وقال الوزير ان المبلغ ده من الأرباح ما تحققش على مدار سنوات قبل كده، وان الربح ده يعني ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله الكلام ده يتحقق قابل للارتفاع او لا قدر الله للانخفاض وفقا لمعايير خاصه بفروق العمله. والكلام ده بتحدده لجنه معايير من الجهاز المركزي للمحاسبات علشان تعتمد الارباح دي. اتكلم الوزير عن ان عدد الشركات القابضه التابعه للوزاره 121 شركه، من بينهم 87 شركه في تحسن لادائهم. احنا بنتكلم على ارباح، لكن الحقيقه برضو شركات قطاع الاعمال العام في
الخسائر، في المتوقف، في الواقف بس على مكان واني اجدد واحدث، والحاجات الفنيه والعماله اللي تم تسريحها. الملف ده في غايه الاهميه، لانه احنا كنا بنفاخر انه عندنا كبريات القلاع الصناعه الوطنيه زي الغزل والنسيج، زي الحديد والصلب. فاخيرا احنا بنسمع اخبار طيبه، ويمكن حتى تم الاعلان عنها في عيد العمال لما اتقالوا انه هيكون في مناقصات بتطرح عشان نجدد ونحدث الغزل والنسيج والحديد والصلب. فان شاء الله يا رب خير، علشان لو اشتغلنا على الملف ده احنا نقدر نتعامل كويس قوي ونعدي من ازمه هذه الشركات والوضع الصعب اللي فيها. اللواء نهاردة محكمة جناية المنصورة قضت بحالة المتهم باغتصاب الطفلة جنى. طبعا اشتهرت أو على المستوى الإعلامي قلنا عليها طفلة البامبرز اللي عمرها 20 شهر واللي كان طبعا تم اغتصابها. هذا الشخص تم إحالته لفضيلة المفتي. المحكمة كانت عقدت جلسة سرية لاستماع لأقوال المتهم في القضية. نتابع. المحكمة بإجماع قرر إرسال أوراق المفتي إلى فضيلة حالة أوراق المتهم في قضية اغتصاب الطفلة جنى طفلة البامبرز إلى فضيلة المفتي. هكذا اقتص القضاء المصري للطفلة جنى وأهلها، تلك التي شهدت مدينتها بالقس بمحافظة الدقهلية واقعة بشعة بعد أن اعتدى عامل جنسيا على طفلة تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل. فالقصة بدأت عندما تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية اختارا من مركز شرطة بالقس بتلقيه بلاغا من ربة منزل ومقيمة بناحية قرية دملاش تتهم فيها عامل ومقيم بنفس القرية بالتعدي جنسيا على طفلتها جنى والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد ونقلت على إسره إلى المستشفى للتلقى العلاج على الفور. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي اعترف بأنه استدرج الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها إلى إحدى الغرف المهجورة وتعدى عليها، لافتا بأن الطفلة كانت ترتدي بامبرز ونزعه عنها قبل اغتصابها وهرب فور مشاهدتها تنزف. من جانبه قال الدكتور عبد الله مرة رئيس قسم جراحة النساء والولادة بمستشفى بالقاس إنه تم إجراء جراحة دقيقة للطفلة جنى، لافتا بأن الطفلة البامبرز خرجت من غرفة العمليات واستقرت حالتها الصحية بنسبة كبيرة، مؤكدا بأن حالة الطفلة كانت سيئة جدا وتم معالجتها طبيا بعد إجراء عملية ونجحوا في وقف النزيف، كما أنه أصر على إجراء العملية بنفسه بسبب حالة الطفلة سيئة. وعلى الجانب الآخر أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في وقعات اغتصاب طفلة البامبرز، إلى أن انتهى الأمر بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي. هنرجع ليوميات التربية والتعليم وتحديدا الثانوية العامة. يعني إن شاء الله الكلام ده ما يكونش حقيقي، ويمكن قبل كده يعني رئيس قطاع التعليم العام دكتور رضا حجازي قال يعني مش عايزين نشتغل او نركز قوي على موضوع الصفحات اللي بتقول انها هتسرب وهتغشش والكلام ده وما ندهلش ما ندهلهمش اهتمام. هم بيزعموا ان هم هيسربوا امتحان اللغه العربيه للثانيه ثانوي، الامتحان ده بكره، وقالوا ان احنا عندنا الاسئله وهنطلعها والكلام ده كله. يعني خلينا نقول ان ده تهديد او الكلام ده ما هوش صحيح، وان يعني مش هقول ان ده اختبار لوزاره التربيه والتعليم، لكن احنا الفترة اللي فاتت سمعنا كلام انه والله بقى احنا خدنا احتياطاتنا والطباعة هتحصل ازاي والمراقبة وجوه اللجان، فان شاء الله الكلام ده يعني ما يكونش صحيح علشان ما نرجعش تاني لنفس الازمة، وياريت نخلص منها تماما. علشان قصة ويمكن قال وزير التربية والتعليم الجديد دكتور طارق شوقي ما يبقاش الامتحان هو كل همنا، والدرجة كام والنسبة كام والتنسيق والحاجات دي كلها، فساعتها بقى قصة الاسئلة حتى النظام الجديد للامتحانات يعني يا ريت ان شاء الله يتعامل مع المشاكل دي. دكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي النهارده وقعوا مع سفير اليابان بالقاهره خطابات خاصه بالشراكه المصريه اليابانيه في مجال التعليم. مشروع تنمية الموارد البشرية ده عنوانه. الاتفاق التنفيذي هيكون للتمويل مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، والاتفاقية دي بتعتبر نتيجة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، وهناك تم الإعلان عن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقعت اتفاقا مع السفير الياباني لدى القاهرة في مجال تطوير التعليم المصري
بحضور وزير التعليم العالي. هذه الاتفاقية مبنية على يعني نقاش مجتمعي مع يعني عدد كبير من الشباب من محافظات مختلفة، ايه اللي هم كانوا محتاجينه، محتاجين ان هم ينموا مهاراتهم يعني، وعايزين دعم لتكميل تعليمه التعليم العالي. لذلك هذا المبلغ يوجه جزء منه كبير الى يعني دعم بعثات لليابان في قطاعات احنا مش شايفينها حيوية ومؤثرة جدا في بلادنا. لابد ان نعمل على وقتيل من الانشطة مناسبة لتحسين التعليم في مصر، ومثلا تدريب المدرسين هذا مهم جدا لدراسة أساسية، تحسين الدراسة الأساسية. الاتفاقية تأتي في مجال تطوير التعليم في إطار اتفاقيات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان. أنا مش عايز النموذج الياباني يبقى متوقف عند المعلم، لكن معلم ومنهج وأستاذ وناظر وناس أخصائيين اجتماعيين، يعني المنظومة كلها هيرجعوا يشتغلوا بعقد داخل المدارس الياباني حتى يكون في تعظيم للفائدة. الاتفاق تم على إجراء الإصلاح الشامل لقطاع التعليم العام من خلال مشروع الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والذي يتضمن جوهر الأسلوب التعليمي والإدارة المدرسية في اليابان، ليتم تطبيقه في مصر بناء على الخبرة اليابانية في التعليم، والتي تساهم اليابان بموجبها في تطوير وتجهيز 100 مدرسة في مصر لتكون نموذجا يمكن تعميمه فيما بعد في كافة مدارس الجمهورية. عمرو عبد الحميد، الحياة اليوم. أيام العد التنازلي ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل سنة وحدكم طيبين، وبعد العيد طبعا بإذن الله، وفي رمضان وفي العيد دايما يعني قصة بقى السفر، خاصة في نهاية الأسبوع أو في الأيام الأجازة في العيد، سفر للأقاليم، أي حد بيروح طبعا لأهله لو كانوا في محافظة تانية، فبيحصل ضغط شديد جدا على المواصلات وتحديدا على خطوط السكة الحديد، وقصة التذاكر وبيع التذاكر بالسوق السوداء. يمكن الموضوع ده اتكلمنا فيه وفهمنا انه في نظام جديد اللي هو النظام الالكتروني والتذكره، ويعني في بعض البيانات والحاجات اللي هتحصل علشان يتعاملوا مع مافيا بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء خلال الاعياد. في شغل وفي دراسه لعدد من الاشياء والامور اللي هيتم استحداثها علشان يتم التعامل مع المشكله دي، وده اللي هنفهمه من سياده اللواء مدحت شوشه رئيس الهيئه القوميه للسكه الحديد. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. سياده اللواء، يعني ايه الجديد؟ ازاي هتشتغلوا على موضوع السوق السوداء للتذاكر؟ هنعمل ايه؟ والله هو ده كان عليه السنه اللي فاتت، فاكر ان التذاكر موجوده على النت، متاحه على النت وبالرقم القومي وبالاسم. تذاكر على النت؟ ايوه، على ال احجز على الانترنت يعني. على الانترنت، تمام. واحنا حضرتك كمان قبل دايما الاعياد والمناسبات بنفعل منظومه الرقم القومي على التذاكر، وبنحدد ان كل قاب بيبقى ليه 4 تذاكر بالرقم القومي. طيب، هو الاول النظام اللي هو الحجز عن طريق الانترنت ده بس خلال الاعياد، ولا ده نظام هيتم تطبيقه طول السنه؟ يعني الحجز هيفضل على طول بالشكل ده بالاضافه للحجز العادي؟ لا حضرتك، الحجز اللي على النت ده شغال طول السنه، مش ملتزم بأحداث او تسهيلا على بعض القدر والكامل. طيب، من السنه اللي فاتت للنهارده، يعني هل بالفعل السوق السوداء قلت مع الاجراءات اللي حضراتكم خدتوها؟ يعني نقدر نقول عليها قضينا ولا حدينا وقللنا منها؟ وطي لي التلفزيون يا سياده اللواء. والله يا استاذه لبنى، السنه اللي فاتت الحمد لله ما كانش فيه سوق سوداء، واول مره تمر على السكه الحديد والسكه الثانيه. والحمد لله ان شاء الله السنه دي برضه هنجري بنفس الموضوع واشد شويه كمان، علشان نبني على لو في بعض حاجات في. شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت شوشه رئيس الهيئه القوميه للسكه الحديد، شكرا لك يا فندم.
نروح نتابع قبل الفاصل مؤتمر بعنوان التعددية والتعايش السلمي، مؤتمر نظمته جامعة عين شمس، وكان حاضر فيه وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والأنباء أرمية أمين عام المركز الكاثوليكي. التعددية والتنوع الفكري والثقافي واحدة من العناوين التي تعتبرها جامعة عين شمس نافذة أخرى تطل منها على المجتمع والطلاب. نظمت الجامعة مؤتمرها بحضور ومشاركة نخب من المثقفين ورجالات الفكر، مساهمون أكدوا على أن مصر بلد تستند إلى إرث تاريخي متنوع ومتسامح. احنا كمصريين وكدولة دايما بنهتم بأثرنا كلها، سواء اليهودية أو المسيحية والإسلامية، وده دليل ورسالة للعالم كله بتبين إزاي مصر دي ربنا بيحميها نتيجة للتعددية والتعدد الفنون اللي موجود. يمكن احنا كلنا بكينا بنهاية الفيلم التسجيلي اللي كان موجود في خلال العرض الافتتاحي المؤتمر النهاردة بتعانق السيدات المسلمات مع السيدات المسيحيات وحرصهم على وحدة المجتمع المصري. الإرهاب البائس يعتمد في بنيته على ثقافة أحادية غير رحبة، تتسابق الأفكار والفعاليات لتفتيت الفكرة الأحادية. هذا المؤتمر بيأتي حتى تواكبا مع زيارة بابا الفاتيكان اللي يقدم رسالة تأكيد على التعددية وعلى التعايش السلمي، والمصر صاحب التجربة فريدة في العالم كله في التعددية والتعايش السلمي، وأنه التعددية اللي عندنا في مجتمعنا لابد أنها تكون عامل قوة وعنصر ثراء ومش عنصر قتال وصراع. عرفت مصر منذ القدم في العالم بأسره بأنها أرض الحكمة وبلد الجمال، فقد ذكر عنها الكتاب أنها كجنة الرب. مشاركون أكدوا رغبتهم في الاستفادة من الأجواء التي خلفتها زيارة البابا فرانسيس للقاهرة، لافتين إلى أن مصر لا تزال بوتقة انصهرت فيها مختلف الحضارات، وهذا يعزز من التجربة المصرية الواعية ضد كل المؤامرات والفتن. جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك به عدد من الدول والجامعات والمراكز البحثية الأخرى. محمد مبروك، الحياة اليوم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. النهاردة سيادة النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان خلال اجتماع اللجنة اتكلم عن خطة تطوير ماسبيرو، وقال بعض المعلومات والكلام المهم اللي لازم نتوقف قدامه، واحنا بنتكلم دايما عن ماسبيرو وأهمية ماسبيرو والمشاكل والهيكلة والكلام ده كله. قال سيادة النائب أن الرقم الصحيح للديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون 27 مليار جنيه مش 36 مليار زي ما بيتقال. وقال سيادة النائب أنه لما كان عدد موظفين ماسبيرو 43 ألف موظف كان وقتها المبنى بيحتاج 8000 بس، وتم تحويل المبنى لصورة من مجمع التحرير بعد يعني ما حصل التكدس الشديد فيه وبدون احتياج حقيقي في العمل يعني. وقال برضو سيادة النائب أن بنك الاستثمار القومي، وده برضو لازم نقف قدام الكلام ده، استحوذ على كامل أسهم ماسبيرو رهن للديون المتلاحقة على الاتحاد، وأن البنك بياخد كل أرباح شركة نايل سات كرهن للوفاء بالدين المقدر بالمليارات. سيادة النائب موجود معانا على التليفون، برحب بحضرتك معانا أستاذ أسامة، أهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذة لبنى، إزيك؟ الحمد لله، الحمد لله يا فندم. سيادة النائب، الكلام اللي حضرتك قلته النهاردة يعني بيجدد الألم، انه لازم بقى نبص على ماسبيرو، على اعلام الدوله ومحتاج ايه، وخطه التطوير او اعاده الهيكله مستنيين ايه عشان تحصل. يعني ما هو احنا كنا مستنيين انه الهيئه الوطنيه تيجي عشان يبقى ليها سلطه اكبر. انا بس عايز اوضح نقطه كده حضرتك قلتيها واتكتبت خطا يعني. كمان اتحاد الاذاعه والتلفزيون مشارك بنسبه 43% في الشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي، و43% برضو في شركة نايل سات. وفاء للدين اللي هو مقرر لبنك الاستثمار. ايوه فن بنك الاستثمار استحوذ على الاسهم بتاعه اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي في الشركتين براهنها، يعني راهن ده بحساب الاسهم، فكل الارباح اللي بتطلع من الشركتين بتروح لبنك الاستثمار. الارباح المخصصه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون يعني بتروح لبنك الاستثمار وفاء لهذا الدين. انما الدين معدل نموه كبير، يعني عايز اقول لحضرتك انه في سنه 2011 كان هذا الدين 13.4 مليار جنيه، اصل الدين ده حوالي 8-9 مليار. النهارده الرقم تصاعد بالفوائد ل 27 مليار جنيه، ومع السنه الماليه الجديده هيبتدي يتصاعد 3-4 مليار تانيين،
وبالتالي احنا بنتكلم في تصاعد لن يتوقف الا ان احنا لازم بقى ناخد قرار طبعا. ودي مشكلة الدولة. طبعا بنك الاستثمار ما اقدرش اقول له اسقط الدين، ان انا اقدر اقول له على الاقل نوقف الفوائد دي ونبتدي نجدول اصل الدين. فبالتالي الامر محتاج لمفاوضات. عشان كده النهارده كان من ضمن الحاجات اللي احنا ما استحسنهاش ابدا في اللجنه ان السيده وزير التخطيط لم تحضر، وانه السيد وزير الماليه لم يحضر، رغم انهم مدعوين ورغم انهم يعني كانوا مدعوين قبل كده، ولما كانوا ملتزمين بمؤتمر الشباب في الاسماعيليه اجلنا احنا هذا اللقاء لحد ما يبقوا فاضيين. فالحقيقه برضو عدم وجودهم ادى انطباع لاعضاء اللجنه انه الدوله مش مهتمه بالمشكله، وده مش صح. احنا مهتمين وهنستمر لحد ما نحل هذه المشكله، لانه مسبيرو مبنى مهم جدا للقوه الناعمه للدوله المصريه طبعا. ولازم هذا النمط من الاداره وهذه الطريقه التي كان يدار بها انها تتوقف. وكان النهارده احنا بنحط ده قدام الهيئه الوطنيه للاعلام. انا بقى هسال، لسه كنت اسال عن كده، حضرتك بتقول وزيره الماليه، وزير الماليه ووزيره التخطيط، الهيئه الوطنيه للاعلام كانت مدعوه ولا هي هتاخد القرار لوحدها؟ طب جم يا فندم، جه الاستاذ حسين زين. طيب هل في يعني رؤيه مبدئيه، يعني تكلمني عن الجدول او اسقاط الفوائد او تاجيلها دلوقتي صح؟ لا، احنا لسه النهارده بدانا نستعرض هذه المشاكل وبنحطها في اطار انه ازاي نتعامل مع هذا الموضوع. طبعا كلفنا لجنه من لجنه الاعلام والثقافه انها تبتدي تبحث، تحط تقرير على المشاكل، تحصرها وتحط تصور لحل كل مشكله خلال مدى زمني حوالي شهر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نشوف، زي ما حضرتك بتقول دي القوه الناعمه للدوله وده اعلام الدوله، واحنا بنتكلم على احنا محتاجين الخارج يسمع عننا ما نكلمش نفسنا. وعارفين قصه الهيئه العامه للاستثمار ومساله بتقاش بس الخارجيه، لكن لازم يكون في دور لمسبيرو. طيب هل في حديث عن اللي كان بيقول مثلا نبيع، طيب نشوف مسبيرو ممكن الهيكله، استغناء عن موظفين، حضرتك اتكلمت عن عماله زايده، فده برضو طرحتوه اتناقشتوا فيه النهارده يا سياده النائب؟ كله احنا رافضين فكره البيع هنتكلم على هيكله، يعني ان احنا بندور على نمط جديد للاداره. انما طبعا لن يدار واحد في المبنى، انما الناس ارتبطت باسر ومرتبات والكلام ده كله، انما احنا عاوزين المبنى يبقى له منتج، المنتج الاعلامي ده لازم يبقى منتج منافس وقادر على انه يبقى يصل للناس بره مصر وجوه مصر عشان نقدر نعبر عن رسالتنا. خلينا نتابع ان شاء الله يعني يحصل خير في الموضوع ده. سياده النائب اسامه هيكل رئيس لجنه الثقافه والاعلام مجلس النواب، شكرا لحضرتك. خلال الايام اللي فاتوا كانت موضوع البنتين اللي بيبيعوا برجر وعندهم عربيه كده صغيره في منطقه النزهه، والموضوع ده اللي اتكلم عنه الرئيس في مؤتمر الشباب بالاسماعيليه، وحصل هو كان قبلها طبعا اتشالت العربيه، ولما اتكلم الرئيس حصل انه الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج اعلن انه هيسلم البنات عربيه جديده وهتشتغل بالطاقه الشمسيه. احنا ممكن حتى سياده المحافظ كان هنا او كان اتكلم مع زميلي تامر امين في البرنامج وقال ان ده هيحصل وهنسلم البنات، وممكن عرفنا ان التسليم بالفعل تم امبارح. مساء الخير يا سياده المحافظ، اهلا وسهلا بيك. نور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا وسهلا. سياده المحافظ قول لنا ايه اللي حصل امبارح وموضوع العربيه اللي بالطاقه الشمسيه، وسمعت حضرتك قلت انك هتعمم التجربه كمان. والله الحقيقه انا بيت سعيد جدا توجيهات سياده الرئيس، الحقيقه انه برغم كل التحديات الا انه مهتم جدا بمشاكل الشباب. الحقيقه احنا في سوهاج عندنا عدد كبير جدا حضرتك، سوهاج فيها عدد لا باس به من الشباب في المحافظات كلها بيشتغلوا. كانوا فاقدين الثقه ان هم يلاقوا فرص عمل عندنا في سوهاج، الا اننا دخلنا في كل الصفحات العملاقه والمتوسطه والصغيره، وهناك شريحة من الشباب كانوا الحقيقة مش لاقيين حاجة يلتقوا بيها، يمكن خايفين من البنوك والقروض والمخاطرات دي كلها. فجبت مجموعة من الشباب في اسكندرية كنا زمان الحقيقة خايمهم ان هم يعملوا عربيات زي دي. تمام. بس ما كانتش ظروف متاحة. أول ما الحقيقة اتشرفت بالتكليف لمحافظة سوهاج بعت لهم. قعدنا ندرس في إمكانيات العربية لغاية لما نفذناها. في عربية بسيطة خالص حضرتك طولها تقريبا 120 سم. العرض 80 وفي لها ضلط بتتفرد
الحياة العربية بتبقى بالطاقة الشمسية، فبتخلي اللي هيشتغل صبح أو بالليل ما عادش زي العربيات القديمة لازم يسرق تيار كهربي من عمود كهرباء أو من أي منشأة حكومية، وبالتالي بيطاردوا المحليات وشرطة الكهرباء. الخلية طول النهار شغالة تشحن في البطاريات وبيولعها، بتبقى الحياة مظهر حضاري. العربية على حسب النشاط اللي الشاب عاوزه. فبالنسبة لياسمين كانت طبعا بتشتغل في البرجر والسندوتشات وكده، العربية كان لها تجهيز عبارة عن بوتاجاز فيها طفاية حريق، فيها كم شواية، فيها طقم مصفات وكوبايات وفنادين، فيها ستيريو شغال جوه العربية. العربية فيها باسكت وجنب على اسمها برضو، شكلها ومظهرها حضاري جدا. هي فوجئت الحقيقة لما شافتها، عبارة عن مطبخ متنقل، الاسلوب جميل جدا، لها عجل. الجميل في العربية حضرتك ان احنا السواق عملناها مشاركة. مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ شباب، مجموعة شباب من اسكندرية الحقيقة، هم اللي بعد ما اتفقنا على التصميم نفذوها. شركة دلوقتي ما شاء الله الولاد بدأوا يكبروا في اسكندرية، عملوا عديد من العربيات. احنا كنا متفقين على 50 عربية، وصل لنا 25 شغالين دلوقتي وطالبين الدفعة الثانية. البنك كله مصري. الحقيقة العربية زي ما بقول لحضرتك الجمعيات الأهلية هم اللي بتمنوها، واحنا عرفنا اشتراطاتنا ان الشاب يكون معاه فيش في تشغيل، ما يكونش عليه اي سوابق، ويكون عامل شهادة صحية فهو خالي من الأمراض. بيختار المكان اللي عاوز يقف فيه طالما احنا موافقين عليه كمحليات، وبيبقى لها ملف. ودلوقتي بندخل بياناتها كلها على ابلكيشن في الموبايل، بحيث انه له مكان وخط سير. إذا ما التزمش بالمكان أو بالمنطقة العامة أو في أي شكوى من المواطنين، بتعرف الرقم اللي على العربية بيجيب لنا بيانات كتير واخدها. خلال سنة احنا بنجدد الرخص، نسحب منه لو في أي مشكلة. إذا كان كويس احنا بنحافظ عليه، المرافق معانا والمرور، والحقيقة الناس فرحانة بيهم جدا، شباب بشكل حضاري. أتمنى إن حضرتك تبقى لا ده احنا لازم نصور ونشوف، لأنه الحقيقة يعني كان الانتقاد انه علشان ياسمين بس الموضوع كان على المواقع وفي الاعلام والرئيس عرف بيه فحصل التحرك، لكن لما نقول انه هنتعامل مع المشكله دي ونشجع الشباب وبرده انه الاشغالات وموجودين فين فهيكون في خط سير وابقى عارف المكان وبالموافقه المحليات، فده شيء مهم. بس المقابل كام صح يا سياده المحافظ؟ يعني طبعا ياسمين خدت كده العربيه يعني بالمجان من غير فلوس. هي العربيه يا فندم ما بنديهاش فلوس للناس الحقيقه، ده دور المجتمع المدني ولا لاي حد. انما الايجار في اليوم 15 جنيه. هي بالايجار يعني في الشهر. في الشهر ممكن تعمل 450 او 500، لو حد عاوز يشتريها خلاص يشتريها ده براحته. ولكن الجمعيه يشتريها بكام بقى؟ في تقدير لقيمه دلوقتي ولا لسه؟ على حسب، لو عربيه فاضيه يعني ما فيهاش مجرد انها زي بازار يعلق عليها منتجات. احنا عندنا في سوهاج طبعا الشغل الحاجات اليدويه، الحرير، المنسوجات والكلام ده ممكن بيستخدمها زي باترين عرض، وبالليل بتبقى مضيئه فبيشكلها جميل جدا. دي بتوصل لها حوالي 4000. اذا العربيه هتتعمل ده بالطاقه الشمسيه، لو من غير طاقه شمسيه طبعا بتبقى ارخص. لو حضرتك هيعملها للمشروبات بس بتبقى برضو حوالي 5 أو 6، اللي هي بتبقى عباره عن شاي، نسكافيه، قهوه، حاجات زي كده. ممكن تتعمل للفشار، ممكن تتعمل لو هنعمل فيه بطاطا او اي حاجات ثانيه كشوايه. الميزه زي ما بقول لحضرتك انها متنوعه، وعاوز اقول لحضرتك ان الحقيقه سياده الريس طلب الملف كله وبيتدرس دلوقتي، والحقيقه سياده الريس متحمس جدا. يعني ممكن ما الاقيش التجربه بس على قد محافظه لسه كنت بسال. يعني هيكون تعميم دي ممكن نلاقيه كده فعلا ان شاء الله. فاحنا يعني انا سعيد ان التجربه من سوهاج، والحقيقه الاولاد فكرنا فيها والحمد لله شغاله دلوقتي، هنتصل لمصر وكل المحافظات. ويكفي ان احنا لقينا رئيس بيهتم بمشروعات الشباب، بدل ما اقول لهم مفيش وظيفه، لا انا هاخد بايده واوفر له حاجه مش مكلفه. زي ما بقول لحضرتك احنا بنديهم اول 3 شهور مجانا، يعني الشاب ما بيدفعش حاجه في اول 3 شهور لغايه لما بيشتغل وبيشتغل معاه كويس، وبعدها يبدا يحاسب اليوم ب 15 جنيه. شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، شكرا لحضرتك.
تقرير عن لجنة النشاط بنقابة الصحفيين اللي استضافت شريف فتحي وزير الطيران المدني، وكانوا بيتناقشوا معاه بخصوص التحديات اللي بتواجه صناعة النقل الجوي. نتابع تفاصيل الموضوع في التقرير اللي جاي وبعده فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الرئيسية وهنتكلم عن الشأن الفلسطيني وتحديدا حركة حماس والوثيقة السياسية اللي تم الإعلان عنها امبارح مع دكتور سمير غطاس المتخصص طبعا في هذا الشأن والنائب البرلماني. في إطار التواصل مع مؤسسات الدولة وفتح الحوار المباشر مع الوزراء، أقامت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا مع وزير الطيران المدني بحضور نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تناولوا خلاله التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل الجوي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لخدمة الصحفيين. بنحاول في ظل الموارد اللي موجودة عندنا وتداعيات الفترات السابقة، السنين السابقة والثورات السابقة وتأثيرها على مصر للطيران، وبرضو الظروف الأمنية اللي حصلت وتعويم الجنيه، في ظل كل التأثيرات دي كلها احنا بنحاول ان احنا نجتهد وناخد أفضل البدائل ونستمر في خطة تحديث الشركة وتحديث الأسطول وإعادتها برضو للربح. 43 مليون جنيه استثمرتهم الدولة في أجهزة الأمن لحماية المطارات، بالإضافة إلى خطة خمسية تقوم بها الشركة لشراء 50 طائرة لدعم أسطول مصر للطيران للحفاظ على ريادتها وسط الأسواق العالمية. زيادة وحدات الأسطول دي بتساعد أنك أنت تزيد تحط مقاعد أكتر، كل ما زودت مقاعد في السوق بيبقى نصيبك أفضل، كل ما حسنت المنتج بتاعك بيبقى العميل بتاعك ولاء ليك أكتر. الحمد لله امبارح يمكن لسه مستلمين، أول امبارح عملنا الاحتفالية بوصول الرحلة الثالثة أو الطيارة الثالثة، وإن شاء الله على نهاية العام هيكون وصلوا 9 طيارات بإذن الله. ديت بداية احنا عاملينها من يوم، وده منهج احنا شغالين فيه من يوم بدء الدورة النقابية، هي فكرة التواصل مع كل وزراء الحكومة، مع كل مسؤولين في الدولة، فتح حوار مباشر معاهم. بيعمل حاجتين، أولا بيوفر معلومة لكل الزملاء في القطاع ده أو في غيره، ثانيا بيعمل التواصل ما بيننا وما بين المسؤولين، وبيعمل ده بينتج عنه تسهيلات كبيرة للزملاء الصحفيين في كل المجالات. منذ عام 2011 وتواجه صناعة النقل الجوي تحديات أمنية واقتصادية وأزمات سياحية ومالية صعبة، خسرت معها شركة مصر للطيران نحو 14 مليار جنيه، وتحاول الشركة تطوير مطاراتها وأسطولها الجوي، وقد حصلت الشركة مؤخرا من منظمة إيكاو على نسبة 84% في تطبيق معايير السلامة الجوية، وهي نسبة أعلى من نسب المتوسط العالمي. محمد رياض، الحاليوم. حماس تعلن رسميا انفصالها عن جماعة الإخوان. نعم، هذا ما حدث بعد أن كشفت حركة حماس الستار عن الوثيقة السياسية الخاصة بالحركة بعد سنوات انهمكت فيها الحركة بإعدادها وأخضعتها للتدقيق السياسي والقانوني الدولي وترجمتها لأكثر من لغة. وتتضمن وثيقة المبادئ والسياسات العامة 42 بندا مقسمة على 11 عنوانا تتحدث فيها حماس عن تعريف نفسها ومشروعها ورؤيتها لمشروع التحرير والنظام السياسي، وتحمل مبادئ أساسية بالقضية الفلسطينية ووحدة الشعب والأرض. فيما أكد خالد مشعر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة لا تتبع جماعة الإخوان تنظيميا رغم أنها جزء من مدرسة الإخوان فكريا، مضيفا أنه قبل أن تسمى حماس بهذا الاسم كانت هي تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين. وسلطت الوثيقة الصادرة حديثا الضوء على عدد من الأهداف التي وضعتها حماس، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها. إعلان لحماس التزم اتجاهه جماعة الإخوان الصمت ولم تبدي بأي رد فعل. يذكر أن حركة حماس إحدى أكبر وأهم الفصائل الفلسطينية، أنشأ الشيخ أحمد ياسين مع بعض من عناصر الإخوان، وتم الإعلان الأول للحركة عام 1987،
لكن وجودها تحت مسميات أخرى يرجع إلى ما قبل عام 1948. هي حركة وطنية فلسطينية تعمل مع شعبها في الداخل والخارج ومع مجموع القوى والفصائل الوطنية الإسلامية على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعودة اللاجئين والنازحين وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الحقيقية. الحياة كل أي حاجة ليها علاقة بالشأن الفلسطيني وحركة حماس وموقفها وأي تطور في هذا الشأن دايما بيكون معانا وبندور عليه، لأن هو الأقدر على الحديث عن هذا الملف باستفاضة، على علم واطلاع بكل التفاصيل، ويقدر يقرأ ما بين السطور. وإحنا النهاردة محتاجين نقرأ ما بين سطور الوثيقة السياسية اللي تم الإعلان عنها امبارح من قبل حركة حماس، في اللي اتكلم عن جديد في المضمون، في تطور فيما يتعلق بموقف حماس من جماعة الإخوان، في اللي قال ان الكلام ده كله يعني كنص على الارض ملوش اي واقع يعني او اي اساس. هنفهم حركه حماس واللي تقصده ايه من هذه الوثيقه والتوقيت وموقفها من الاخوان وكل مفردات الشان الفلسطيني مع الكاتب والباحث والمتخصص في هذا الشان دكتور سمير غطاس والنائب البرلماني كمان. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور سمير. انا اقول دكتور سمير مش سياده النائب. طيب اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. دكتور سمير، الأول قبل ما نتكلم عن اللي حصل في حماس أو اللي حصل من حماس، خلينا نتكلم على، وحضرتك برضو متخصص في متابعة شؤون الجماعات الإرهابية ومفرداتها واللي بيقوموا بيه وخلفياتهم وقراية حتى البيانات بتاعتهم. حركة حسم واللي أعلنت النهاردة عن مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي اللي حصل في مدينة نصر، البيان واللي اتقال والاستهداف بهذا الشكل إزاي تقرأه؟ يعني الحقيقة طبعا حدث مؤسف وعزائنا المصريين جميعا وللشهداء الضحايا، لكن الإعلان الذي صدر في نفس اليوم، وأعتقد أنه سيعقبه فيديو، لأن هذه الجماعة المسماة بحسم دأبت على أن تصدر بيانات وأن يكون لها فيديوهات أيضا موثقة بالعملية، وهذه المجموعة ولها صفحة بالمناسبة بالعربي والإنجليزي، وهذه ربما تكون عملياتها التاسعة، إن لم يكن يعني في حسب تقديري أنه حوالي 9 عمليات سابقة أعلنت عن مسؤولياتها عنها. قراءتي السياسية للبيانات والأمنية لهذه البيانات أن هذه الجماعة لا تنتمي إلى داعش أو ما يسمى بولاية سيناء أو التنظيم الدولة الإسلامية، لكنها تنتمي أكثر في لغتها وخطابها إلى أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأقرب بشكل خاص إلى لغة حماس. نفس اللغة المستخدمة في بيانات حماس هي نفس اللغة المستخدمة في بيانات هذه الجماعة. ما يميز هذه الجماعة أيضا هو درجة عالية من الاحترافية، يجب أن نقول أنه العمليات التي نفذتها في السابق والعملية الأخيرة للأسف الشديد تتسم بقدر عالي من الاحترافية، وأنا شاهدت أحد الفيديوهات الخاصة بتدريب هذه المجموعة، ومن الواضح أنها تتلقى تدريب من أفراد محترفين، بمعنى أنهم إما سابقين عملوا بالأمن سابقين أو أنهم اكتسبوا الخبرات الأمنية الاحترافية من على يد محترفين أيضا وينقلوها إلى هذا التنظيم. هذا التنظيم متخصص في العمل داخل مصر بشكل عام، في عمليات خارج القاهرة، في عمليات داخل القاهرة، لكن في عمليات أيضا في الفيوم وبني سويف وعمليات أخرى يتمركزوا في هذه المناطق. أتمنى وآمل أنه أجهزة الأمن تستطيع أن تكشف النقاب سريعا عن هذه المجموعة وأن تحبطها قبل أن تتطور وتكبر. لما حضرتك بتقول إن هم يعني تلقوا التدريب على يد محترفين، وقلت برضو إنه بيستخدموا نفس لغة أو مفردات حماس، صحيح. المحترفين دول من حماس ولا هم بس يعني بياخدوا نفس الطريق؟ لا مش من حماس. لا مش من حماس، لكن في قاسم مشترك إنه في تقديري الاثنين إخوان مسلمين. طبعا بالتأكيد حماس كما سنتحدث بالتفصيل هي أحد أهم فروع جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الجماعة أعتقد أنها تنتمي إلى محمد كمال الذي تمكنت قوات الأمن من تصفيته، وكان مسؤولا عن هذه الجماعات أو ما يسمى بالعمل العسكري للإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين حتى الآن لا يتبنوا رسميا مثل هذه الأمور، لكن قراءة
قراءة في المضمون، قراءة تحليلية تكشف بسرعة أنهم مش داعش، مش تنظيم الدولة الإسلامية. لا المفردات ولا الآيات المستخدمة ولا الأسلوب في العمل يختلف كثيرا عن هذه المجموعة. في مجموعة تانية اسمها لواء الثورة، وفي مجموعة أصغر منها، لكن هذه هي الأبرز. اللي حصل امبارح بالتأكيد كان هناك رصد، رغم أنه مفروض أنه كل متحرك ليس كمين ثابت. ما سبق وأن تعاملوا مع كمين سابق، سبق وتعاملوا مع العميد قائد الفرقة المدرعة، سيارة مفخخة في مدينة نصر على أحد القضاء، في تنوع في عملياتهم، لكن بالأمس سيارتين فيهم 8 إرهابيين يقتربوا من سيارة الشرطة المفروض أنها متحركة. هذا يعني أن هناك عمليات رصد سابقة، أن هناك حركة سريعة، وربما يكون ما حدث يرجع إلى أنه مصر كلها الأجهزة الأمنية كانت في الفترة السابقة يعني على درجة عالية جدا من الاستنفار والتأهب بعد الحادثين الإرهابيين في الكنيستين في طنطا وفي الأسكندرية، ثم زيارة البابا، كانت كل الأجهزة الأمنية على درجة عالية من الاستنفار في يعني الحفاظ على هذه الدرجة العالية من الاستنفار بشكل مستمر مرهق جدا للشرطة. يبدو أنه هؤلاء استغلوا فرصة تراجع في مستوى الاستنفار والتأهب. هذا الأمر لا يجب أن يمر، ويجب أن تدرس كل هذه العمليات وتخضع لدراسات عميقة، ويجب أن تكون هناك جهة ما قدرة على التنبؤ السياسي. ربما ينقصنا مثل هذا الأمر، أنه يكون هناك جهة ملحقة أو رديفة أو يمكن الاستعانة بها لمساعدة الجانب المعلوماتي في مواجهة هذا الأمر. طيب دكتور سمير، نتكلم بقى عن وثيقة حماس امبارح. كان معانا للتعليق عليها دكتور مصطفى البرغوثي رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وقال فيما معناه أن بهذه الوثيقة حماس عادت للصف الوطني الفلسطيني زي بقية الفصائل. تعليق حضرتك وبشكل عام، يعني هل اتقال في الوثيقة الكلام ده على الأرض ليه صدى ولا كلام إعلام؟ يعني أعتقد أنه القراءات للوثيقة قراءات مختلفة ومتعددة، ده طبيعي. لكن البعض يسقط رغباته هو عليها. فمثلا النهاردة الأهرام، وانتوا في مقدمة التقرير قلتوا أنه أعلنت رسميا فك ارتباطها بالإخوان المسلمين، لا توجد كلمة واحدة في 42 بند المذكورين تقول أنه حماس فكت ارتباطها بالإخوان المسلمين، لا يوجد. بالمناسبة عشان نفهم حماس يجب أن نفهم مسألة مهمة جدا. أما نقيم هذه الوثيقة يجب أن نضع بالتوازي معها وجانبها ميثاق حركة حماس الذي ما يزال قائما. هذه الوثيقة لا تمثل تغييرا جذريا في موقف حركة حماس، هي وثيقة للمواءمة السياسية حتى تتفاعل مع المتغيرات اللي حصل حوالين حماس. يعني هي استجابة للمتغيرات اضطرت ليها. حماس هي حركة برجماتية، رغم أنها يعني عملية. تتحدث عن مواقف مبدئية مصالح. لكن في مواقف انتهازية، وموقفها في سوريا ثم موقفها من إيران، وفي فيديو شهير لموسى أبو مرزوق الذي يقيم في مصر وهو بيطلع جيوبه وقال عمر ما إيران ادتنا ولا مليم، وتنكر للدعم الإيراني ثم خرج آخر، وهكذا. يعني هي حركة في الآخر عملية برجماتية. حماس ليها أكتر من متحدث، في كتيبة عشان ده يقول وده يقول لا، أكتر من يعني أكتر من المنشغلين بالعمل العسكري، في كتيبة من المتحدثين عشان واحد يقول حاجة والتاني ينفيها. فدي مراوغة أو مواءمة سياسية للظرف الحالي. احنا عندنا دلوقتي وثيقة موجودة أعلن عنها بالأمس، وعندنا ميثاق هو اللي صدر عن حركة حماس ولم يلغى. إلى أن يلغى فهو قائم، وهو الوثيقة الأساسية. ولا يمكن أن الوثيقة اللي حصلت مؤخرا يعني دي تجب اللي قبله، إلا إذا، وهذا لم يحدث، وبالتالي لازم تكون القراءة واقعية. إذا قالت حماس أنه ميثاقها السابق منتهي الصلاحية واستنفذ مهامه في مرحلة وانتهى ولم يعد العمل قائما به، نقول لها أهلا وسهلا، نشوف الوثيقة بقى. لكن طالما أنها ما تزال تحافظ على ميثاقها ولم تمسه ولم تغير فيه حرفا واحدا وما تزال تحافظ عليه،
فيبقى قائما ويجب الرجوع إليه دائما. وهي بتخلي خط رجعة شأنها شأن كل جماعات الإخوان المسلمين. وبالمناسبة هي بتعريفها هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين. ده الكلام اللي بقوله في البند الثاني من الميثاق. حركة المقاومة الإسلامية حماس هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين. ثم تتحدث عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين باعتباره التنظيم الذي لديه حلول لمشكلات العالم كله. والديباجة كلام لحسن البنا. ثم تستطرد وتقول أن حركة حماس هي امتداد للإخوان المسلمين سنة 36 والإخوان المسلمين سنة 48 والإخوان المسلمين لاحقا. وبالتالي هي علاقتها بما أنها أنا ما بعرفش منين جابوا الاستنتاج أنها فكت ارتباطها بالمقارنة برضو عشان الناس تفهم أنه في جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في الأردن. طب معلش يا دكتور سمير. فضل. هي اتقالت بصياغات متعددة، فكت خففت، لكن لما اتقال أنه إحنا من مدرسة الإخوان الفكرية لكن إحنا تنظيم فلسطيني مستقل بذاته لم تقل لم يرد ولا كلمة في الوثيقة بهذا المعنى. لا يوجد لا طيب. يوجد علاقتهم بالإخوان لا يوجد. بس أكمل بس اتفضل. النقطة دي مهمة جدا عشان نفهم قرنوا فعلا الموضوع في الأردن وتونس. طيب عشان نفهم بقى في الأردن قالوا فكينا ارتباطنا بجماعة الإخوان المسلمين. لو قالت حماس كده أهلا وسهلا، لكن بما أنها لم تقله فهي ما تزال جزء من جماعة الإخوان المسلمين. وارتباطها بقطر وارتباطها بتركيا وارتباطها بالتنظيم الدولي هي جماعة إخوان مسلمين وما تزال جماعة الإخوان المسلمين، ولا يجب أن نعتبرها شيء غير إنها ما قالتش إنها إخوان مسلمين، بس ما قالتش إنها فكت ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين. هذه مسألة أول. نصاً طبعاً إيه؟ لا يوجد ولا كلمة أنها فكت ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين. ما قالتش فكت الارتباط. إنه إحنا من هذه المدرسة، لكن أنا بتكلم عن إنه من هذه المدرسة. ما فيش هذا التعبير. لا يوجد هذا التعبير بالمناسبة في الـ 42 بند لا يوجد من هذا التعبير على الإطلاق. نحن حركة وطنية، حركة مقاومة وطنية إسلامية. بس ما فيهاش ان احنا مش اخوان مسلمين. ايوه نقطه من اول السطر. حركه وطنيه مستقل وما طيب. اشارتش للاخوان كمرجعيه كويس. لكن احنا فاهمين ان الاخوان مرجعيه. لما تحذف مرجعيه الاخوان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوثيقه وما تذكرهاش بالشكل ده، فده معناه انها بتحاول وفقا للباب المراوغه او المؤمنه ان انا انفي ارتباطي بيها في الوقت الحالي وانا على علم انها مرتبطه بقى. يعني احنا ممكن نقبلها اذا انا يعني انا اشيل الاخوان من الجمله واقول انا بس تنظيم فلسطيني لوحدي. بطلت اخوان مسلمين. لو انها في فك الارتباط حزوا الأردن. ما حصل للجماعة في الأردن. جماعة في الأردن ما هم جماعة برضو كانوا من الإخوان المسلمين. قالوا صراحة فكينا ارتباطنا. ما الذي يمنع حماس في 42 بند في الوثيقة أن تقول في الأول كده تقول إن كان لنا ارتباط في السابق ونحن نتيجة قناعتنا ودراستنا وإعادة التفكير في وضعنا قررنا فك ارتباطنا بجماعة الإخوان المسلمين. هي لم تفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين ما تزال قائمة سواء إقليميا أو بالتنظيم الدولي عبر خالد مشعل وغيره. فتقول تنظيم فلسطيني مستقل بذاته ولا تأتي على ذكر جماعة الإخوان والمتلقي بقى ياخد المسألة كما يحلو لي أو وفقا لرب. دي المناورة. بس المناورة دي تدخل على يعني بالسياسة لا يمكن أن تنفي علاقتها بالإخوان المسلمين. دي واحد. أرجع أقول بقى إنه ليه أنا أقول ده دلوقتي؟ نعم. والمعطيات المشهد الفلسطيني حاضر. واللقاء المنتظر من في أربع عوامل أساسية دفعت ممكن حماس. بعد الفاصل اتفضل نشوف العوامل اللي أدت لإعلان الوثيقة والكلام المقطوع اللي قالته حماس عن علاقتها بجامعة الإخوان بعد الفاصل مع دكتور سمير غطاس. تضامناً مع إضراب الأسرى الفلسطينيين تحدي الحرية والكرامة والذي دخل أسبوعه الثاني، دشن عرب مروان البرغوثي هاشتاج تحدي مي وملح لدعوة العالم للتضامن مع والده مروان البرغوثي و1500 من الأسرى الفلسطينيين. تحدي مي وملح دعوة أطلقها الأسير مروان البرغوثي الذي يقود الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال منذ 17 من أبريل الماضي رافضا العلاج بعد تدهور حالته الصحية. دعوة أعلن فيها الأسرى الفلسطينيون عن بدء الإضراب المفتوح عن الطعام بهدف تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون. وكان عرب مروان البرغوثي
الغوثي قد نشر فيديو له أثناء تناول كوب من الماء والملح في التحدي الذي يحمل الهاشتاج اسمه، قبل أن يدعو كل من علي جابر أحد أفراد لجنة تحكيم أحد البرامج والفنان الفلسطيني محمد عساف اللذان استجابا للدعوة. وكانت مجموعة من الفنانين قد استجابوا إلى دعوة أسرة البرغوثي، من ضمنهم الفنان أحمد حلمي والنجوم أمير دندن ويعقوب شاهين، حيث نشر كل منهم فيديو له أثناء تناوله الماء والملح. مشاركة لم تكن حكرا على الفنانين فقط، حيث قام عدد من الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يظهرون فيها وهم يشربون الماء الملح. ويرجع اختيار تحدي المياه المالحة لأن هذا هو ما يتناوله المضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية لإبقاء وضعهم الصحي معتدلا طوال فترة الإضراب حتى لا تتدهور صحتهم سريعا. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، ولسه بنتكلم عن الوثيقة السياسية لحركة حماس اللي تم الإعلان عنها امبارح وقراءة الدكتور سمير غطاس ليها. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأسباب اللي دعت حماس لإعلان هذه الوثيقة في هذا التوقيت، ودكتور سمير قبل ما قطعه قال إن في أربع عوامل أو أربع أسباب أدت لده. العامل الأول هو وهن جماعة الإخوان المسلمين ضعفها اللي بيسمح للأجنحة بتاعتها أو الفروع أنها تتخذ مواقف يعني شوية مستقلة نسبيا عن أنه يقول لهم المرشد يقول لهم افعل ولا تفعل. ده اللي خلى جماعة الأردن خرجت نهائيا، ده اللي خلى جماعة تونس تتخذ مواقف مستقلة أكثر استقلالية. بعض الجماعات في الخارج ما بقتش تحت القبضة الإخوان المسلمين بالكامل، ده اللي خلى حماس تقدر ما تقولش نصا أنا يعني كانت لو الإخوان أقوية والمرشد لسه برا كان يجب عليه أن يقول أنه حماس، يستمر في القول بأن حماس هي فرع من فروع الإخوان المسلمين. ضعفت جماعة الإخوان المسلمين فبقى في حركة نسبيا يمكن لجماعات زي حماس أنها تتحرك براها. نمرة اتنين هي أزمة الوضع الجديد الدولي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. حصل تغيير من إدارة أوباما التي كانت تؤيد وتدعم عمليا الإخوان المسلمين إلى إدارة جديدة ترامب يرى فيها أن الإرهاب هو إرهاب بين قوسين إسلامي، وبالتالي حماس تعتقد أو ترى أنه لازم نواجه الولايات المتحدة بمتغير جديد عشان ننفد من حكاية اتهامنا بأن إحنا جماعة إرهابية تنتمي للإرهاب. نمرة ثلاثة أزمة حماس الداخلية في قطاع غزة. حماس لم تعد مقبولة من الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، لا سياسيا هي قبل خيار الاحتكام إلى صناديق الانتخابات والتوجه إلى الانتخابات، واقتصاديا عمالة تفرض ضرائب عليهم. الرئيس أبو مازن وضع حماس في أزمة كبيرة لأنه خيرهم بين حاجتين. بعد 10 سنوات السلطة قيادة أبو مازن تصرف على قطاع غزة، تصرف 55% من موازناتها مرتبات للموظفين اللي في قطاع غزة، تدفع فواتير، تدفع كلفة إنتاج الكهرباء لمحطة الكهرباء، بس حماس هي اللي بتاخد الفواتير، تلم الفواتير، المية تدفع المية وحماس تاخد المية. البضاعة اللي بتخش مفروض في 17% ضرائب تروح للسلطة الفلسطينية، حماس بتاخدها. فالسلطة الفلسطينية قررت التوقف عن تمويل هذا الانشقاق أو هذا، خاصة أنه حماس رفضة تماما أنه تعود لوحدة الصف الفلسطيني مرة أخرى. فخيرهم بين حاجتين، وبدأ بقطع 30% من مرتبات الموظفين كإنذار تحذيري. إما عايزين تقودوا غزة وتستمروا في قيادة غزة باعتباركم سلطة أمر واقع، وشيلوا الشيلة كلها، تحملوا مصاريف الموظفين والكهرباء والمية والغاز وكل حاجة، أو تسلموا بأنه في سلطة واحدة وقيادة واحدة تروح للانتخابات، تسيبوا ونروح للانتخابات والمعابر والحدود تعود للسلطة الفلسطينية والحكومة المؤقتة إلى أن يتم انتخابات جديدة واللي يجيبه الشعب الفلسطيني يجيبه. الأزمة الرابعة هي انتقال السلطة. مفروض أنه خالد مشعل أمضى أكثر من ولايتين وفقا للقانون الداخلي في حماس، أنه رئيس المكتب السياسي يمضي ولايتين بس. مشعل أخذ ولاية ثالثة هنا في مصر أيام حكم البائد للإخوان المسلمين برعاية الإخوان المسلمين، وحضر مندوبين من التنظيم الدولي وأعيد انتخابه مرة تانية رئيسا للمكتب السياسي. هذه آخر مرة، خلاص لازم يسلم المرة دي لإسماعيل هنيه. هو عايز يسيب بصمته السياسية
نتيجة ارتباطه بالوضع التركي والقطري ورؤيته للوضع الدولي، هو خايف انه يجي ناس اكثر تطرف من الوثيقة دي فيؤدوا الى انتحار حركة حماس او الى نحرها. طب هي ملزمة للي جاي بعده؟ على الاقل فترة انتقالية هيبقى متكتف اللي جاي بيها، لكن زي ما قلت لك الميثاق موجود، فممكن اللي يجي بعده اذا عايز يتطرف يقول انا قاعدتي هي الميثاق مش الوثيقة. الاهم من ذلك هو التوقيت، لماذا تصدر بالامس؟ لانه الرئيس ابو مازن هيشوف ترامب بكره. صحيح. واللي فضح الحكايه دي هم بيقولوا بيقدموا للامريكان والاسرائيليين ان احنا ممكن نعمل تسويه، نقبل تسويه. بس معلش هقطعك برضه عشان يبقى المشاهد معانا، على الرغم ان احد متحدثي حركه حماس قال ان زياره الرئيس ابو مازن للولايات المتحده الامريكيه لا تمثل الشعب الفلسطيني. لا، ما هو ده اللي عملوه النهارده. النهارده قالوا جزء من الخديعه اللي بيمارسوها عاده. انا بقدم نفسي للولايات المتحده الامريكيه. هقول لك اللي حصل النهارده. لا اقول اللي حصل النهارده في غزه، انا على اتصال دائم بيهم. دعوا الفلسطينيين في قطاع غزة للخروج لتأييد الأسرى المضربين عن الطعام. تمام. وصمود قطاع غزة. فطلعوا المدارس وطلعوا الناس لمفروض مظاهرة تؤيد الأسرى في إضرابهم عن الطعام. فجأة ركبوا المظاهرات وطلعوا شعارات أبو مازن لا يمثلنا. طيب أبو مازن رايح الولايات المتحدة الأمريكية، مفروض تدعمه أو تسكت. لكن لما تقول له لا تمثلنا معنى انه انا اللي امثل الفلسطينيين مش ابو مازن اللي عندك، عشان كده توقيت الوثيقه طلع ان يكون حاضر اثناء الاتفاق التفاهمات اللي بتحصل وما يتمش اغفال. نعم. طيب. لكن ايه اللي حصل في الوثيقه؟ الوثيقه عملت ايه المتغيرات غير حكايه الاخوان المسلمين؟ في ثلاث عناصر اخرى. عنصر اولاني اليهود. في الميثاق يتحدث عن اليهود، بيقول انه حربنا مع اليهود هي حرب طويله، في الماده 7 من الميثاق بيقول كده. بعدين يتحدث عن انه اليهود هم سبب كل المشاكل وانه الذي استولى على فلسطين هم اليهود. ياتي اللي قاله مصطفى البرغوثي بس قاله بطريقه يبدو مهذبه، اللي حصل انه حماس استعارت نفس التحول اللي حصل في حركه فتح قبل 30 سنه، يعني جاءت لبرنامج الوطني بس متاخره 30 سنه، لانه الفلسطينيين بقياده ياسر عرفات ميزوا ما بين اليهود المنتمين للديانه اليهوديه وما بين الصهيونيه. الحركة الصهيونية. وفي يهود كثيرين ضد الصهيونية حتى. تمام. صحيح. فكان لا، حماس بقى راحت رجعت تاني الورق فتح قبل 30 سنة وفي الوثيقة تحدثت عن الحركة الصهيونية وأنه الاحتلال الصهيوني وليس عن اليهود، وقالت صراحة نحن لسنا ضد اليهود، وده جزء من المواءمات ومن الغزة. كل حاجة بتعملها حماس بسبب أو من باب المراوغة، النقطة دي ليه؟ ما أنا بقول لحضرتك ده عشان برضو عشان للمجتمع الدولي إن أنا مش ضد اليهود ومش عنصري، لأنه اليهود الاتهام حتى اعترفوا مثلا بالهولوكوست، صحيح ما سموهوش لكن قالوا إنه ده نتاج الغرب إحنا مالناش علاقة فيه، ما قالوش إنه إنها كذبة وما كذبة، لا قالوا إنه ما حصل لليهود هو نتاج التاريخ الأوروبي وليس ولنا علاقة فيه. فده تغيير في موقف حماس يخاطب الخارج عشان ما يتقالش ان هم ضد اليهود كيهود. تمام. طيب العنصر الثالث هو التسويه، وده العنصر السياسي المهم. قالوا نصا ايه بقى فيما يتعلق؟ مع تمسكنا بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وحددوا تاريخ الارض الفلسطينيه من فين لفين، فان حل الدولتين هو صيغه توافقيه وطنيه مشتركه، اي اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس مع حق العودة في اللاجئين دون الاعتراف بإسرائيل. طيب. وهي تعتقد انه ده يعني هيكون باب مدخل عشان يبدأ التفاوض معه. طب كلمنا كمان على طبعا اتفاقات أوسلو ورفضهم اتفاقات أوسلو رغم ان هي قاعدة في السلطة. هي موجودة في السلطة دلوقتي نتيجة أوسلو. لانه يعني هي ايه في السلطة دلوقتي؟ ما أوسلو اللي حددت انه في انتخابات تجري انتخابات في الحكم الذاتي، هي رئيس دلوقتي تتولى الحكم نتيجه اتفاقات اوسلو، لكنها ترفض اتفاقات اوسلو وترفض كل المبادرات الاخرى. وهي بتقول انها مش ضد انه يبقى في دوله فلسطينيه بس ما فيش اعتراف. طب المبادره العربيه؟ ولا المبادره العربيه، لا تعترف بكل المبادرات. وبالمناسبه المؤتمر الصحفي تاخر ربما الساعتين لا يعرف الكثيرين، قالوا انه الاوتيل كان مشغول بفرح او بما شابه ذلك. الحقيقه انه السيد تميم أمير ما يسمى بدويلة القطر دي
سافر دون يعني سابق انذار او كذا الى السعوديه ليستطلع رأي المملكة العربية السعودية، باعتبار أن المملكة العربية السعودية دولة محورية ومهمة، ما يقدرش طبعا يجي مصر، فراح للسعودية قال لها الوثيقة أهي ممكن مقبولة عليكم، يعني دي تسوقوها ممكن تاخدوها وتسوقوها ولا لا؟ سألوه عن المبادرة العربية هي فين؟ فلما أغفلوها رجع، لما رجع ده سبب التأجيل أنه بانتظار رد السعودية على هذه الوثيقة. بس طلعت الوثيقة زي ما طلعت الوثيقة كما هي. طيب فقالوا حل الدولتين هو صيغة توافقية وطنية مشتركة. طيب ما ده ايه بتفرق؟ كنت ليه بقى بتشنع على منظمة التحرير بقى لك 10 سنين؟ كنت ليه بتتهم منظمة التحرير انها خاينة ومتواطئة ومنبطحة ومستسلمة؟ ما انت جيتها على نفس الحل، عندكش حل تاني، ما عندكش حل تاني بديل. طيب هنيجي لنقطة مهمة جدا هي كمان منظمة التحرير الفلسطينية. في الوثيقة في صفحة في البند 29 من الوثيقة هنلاقي انه في منظمة التحرير في الميثاق جرى تناولها في البند 27. بند 27 في الميثاق كان بيقول ايه؟ ان منظمة التحرير كويسة لكنها لا تنتمي الى الخط الاسلامي، ونحن لا نستطيع ان نؤيد خط علماني. ده في المادة 27 في الميثاق. المادة 29 في الوثيقة الجديدة اللي طلعت امبارح قالت انه مين تفا او منظمة التحرير هي اطار وطني للشعب الفلسطيني جوه وبره، في الداخل والخارج، في الداخل والخارج، لكنها بحاجة الى تطوير الى اخره. وسكتت عن ايه؟ زي ما سكتت عن الاخوان. لازم نقرا المسكوت عنه مش المقول، مش اللي اتقال. منظمة التحرير الفلسطينية باعتراف كل فصائل منظمة التحرير، كل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الممثل الشرعي، اسمها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. صحيح. حماس ترفض تماما الجملة دي، هذه الجملة. هي قالت لك هي إطار وطني، طب ما في إطارات تانية. لما هي تبقى لما تعترف ان الممثل الشرعي الوحيد فده معناها ان تدخل الإطار ده، لانه الإطار ده إطار جامع فيه كل الفصائل من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وما بينهما. لكن هي عايزة تعمل إطار تاني موازي لإطار منظمة، إطار المنظمة كويسة قوي، بس نعمل إطار تاني جنب منظمة التحرير يبقى هو الإطار الفاعل، وشوية شوية ننسى منظمة التحرير، زي ما عملنا سلطة في غزة تنافس السلطة الأساسية اللي موجودة في رام الله، شوية شوية تبقى دي سلطة في مواجهة سلطة، نعمل منظمة في مواجهة منظمة. لماذا لم تعترف حماس إذا هي حريصة على وحدة الصف الفلسطيني؟ لماذا لم تقل حماس انها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتصلحها من جوه زي ما هي عايزه، زي ما في الاجماع الفلسطيني، يعني تقول رايها وكل الناس في اجماع اولا على اصلاح منظمه التحرير ولكن من داخلها مش بالانشقاق عليها، فنقول انها هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين وهي بحاجه الى تطوير من الداخل، وندخل وندعو الى عقد مجلس وطني فلسطيني ينتخب قياده جديده ويعدل في لوائحها زي ما هو عايز. لكن لما أقول إنها إطار ففي معناها إنها في أطر أخرى موجودة. طيب الأهم من ذلك وده اللي هيدخلنا على السؤال اللي أعتقد إن حضرتك عايزة تسأليني عليه، إن هو مصر فين من الموضوع. اتفضل. ال 42 بند فيهم حشو لغوي حول المقاومة، يعني بين كل سطرين كده المقاومة والمقاومة ولن نلقي المقاومة والمقاومة مشروعة وإلى آخره، وده صحيح الناحية النظرية، ده صحيح المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع، بس حد من حماس يطلع يقول كيف يقاوم إسرائيل وفقا للتعبيرات الرسمية الإسرائيلية سواء من رئيس الوزراء أو من رئيس الأركان أو من وزير الدفاع كلهم، إنه أفضل 3 سنوات عاشتها إسرائيل أمنيا هي 3 سنوات الأخيرة من 14 إلى 17، لم تطلق طلقة واحدة ولم يخدش إسرائيلي. دي المقاومة بتاعت حماس. الأكثر من ذلك أن حماس تعتقل أي حد يقدر يرمي صواريخ أو يحاول أن يعمل عملية، فدي المقاومة. هي تتهم السلطة بأنها بتعمل تعاون أمني، طب وانت بتعمل إيه؟ ده انت مانع الناس تقرب من الشريط الحدودي في منطقة عازلة بامتداد بطول على الخط الشرقي بامتداد الحدود مع الكيان الإسرائيلي بعمق 100 متر، ممنوع على الفلسطينيين أنه يدخلوه، وحماس تحرس هذه المنطقة وتمنع الفلسطينيين حتى يزرعوا، الفلاحين ممنوع يروحوا يزرعوا أرضهم في الحتة دي. فحماس هي التي تحمي أمن إسرائيل وهي موجودة باتفاق مع إسرائيل، وإسرائيل هي التي تحمي وجود حماس. ليه تحمي وجود حماس؟ لسببين.
أولا تبقي غزة معزولة عن الضفة الغربية وفي تناقض بقى وصراع، فما فيش دولة فلسطينية في غزة والضفة. والناحية التانية تكون خنجر مسموم في خاصرة مصر. طيب مصر ايه موقفها بقى من الوثيقة دي؟ كل الناس بتسأل، وانا امبارح كنت على قنوات أجنبية وسألوني ما هو موقف مصري. مصر لا تتعامل بالقطعة مع حماس، مصر لها رؤية متكاملة. هذه الرؤية اللي فيها عوامل، نمرة واحد أن مصر لا تتعامل مع فصائل وإنما تتعامل مع الشرعية الفلسطينية. تمام. كان في تمثيل دبلوماسي لمصر في قطاع غزة سحبته بعد الانقلاب، وتمثيلها الدبلوماسي موجود في رام الله حتى الآن، تستقبل الرئيس الفلسطيني باعتباره الرئيس الشرعية الفلسطينية. تتعامل مع حماس في حدود أنها فصيل أمني. طيب فنمرة واحد التزام حماس بالشرعية الفلسطينية اللي معترف بها إقليميا وعربيا ودوليا. نمرة اتنين إنه هل حماس فعلا تلعب دورا لصالح المصالحة الفلسطينية ولا هي اللي تمنع المصالحة الفلسطينية؟ حتى الآن تمنع المصالحة الفلسطينية. نمرة ثلاثة، هل هي بطلت تكون إخوان مسلمين وذاكرتك وذاكرتي وذاكرة المصريين تحفظ المظاهرات العنيفة اللي كانت ضد مصر والمدججة بالسلاح والبيانات وإلى آخره؟ طيب نمرة أربعة وهذا الأهم، الأمن، علاقة حماس بالأمن، لأن مصر متضررة من وجود حماس داخل قطاع غزة، مش لأنها حماس. هنقول نمرة واحد الأنفاق، وعشان كل المصريين يكونوا متأكدين، هناك هيئة رسمية في حماس اسمها هيئة الأنفاق، يرأسها واحد بدرجة وزير. والمنطقة اللي 13 كيلو 800 متر من البحر المتوسط إلى معبر رفح تسيطر عليها حماس بالكامل ويقودها قائد عسكري، في واحد راح الموجود حاليا اسمه محمد شبانة، وهو قائد الجناح العسكري لحماس في منطقة رفح الفلسطينية. ولا يمكن لمواطن واحد أو لفصيل أو لجماعة أو لتاجر أنه يحفر نفق إلا بموافقة حماس، وبيدفع فلوس عشان ياخد كهرباء عشان يحفر هذه الأنفاق. طيب هل إذا حماس عمالة تقول علاقتنا بقت كويسة بمصر، طب ما تقفلوا الأنفاق؟ هنقول إحصائيات رسمية، في سنة 16 67 نفق وفتحة نفق تم اكتشافهم، في السنة دي حتى يومنا هذا 10 أنفاق وحوالي 15 فتحة نفق اكتشفهم الجيش المصري. وبالتالي فإنه حماس ما تزال مستمرة في فتح الأنفاق أو السماح بوجود أنفاق. بتعمل إيه الأنفاق دي؟ بتهرب سلاح وبتهرب أفراد، والمطاردين والمطلوبين من الجماعات الإرهابية بيروحوا فيها وبيتعالجوا في مستشفيتين، وأنا قلت أسماء المستشفيتين وأسماء الدكاترة المشرفين على علاج هذه المجموعة. وإذا كان الأمر زي ما حضرتك بتقول وإحنا عارفين أبعاده، وحماس ما بتقفلش الأنفاق من ناحيتها، ولما بيحصل أي هد لأي نفق بتطلع بتقول إنه في شهداء راحوا من اللي كانوا في النفق أو كان في وبيان وبتاع وإدانة لهذا العمل. وإذا كنت أنا حفاظا على الأمن القومي المصري، اللي بيحصل من عمليات في سيناء أصابع الاتهام أيضا موجهة لحماس بدعم بتمويل بتسهيل دخول هذه العناصر لسيناء. وفي نفس الوقت يا دكتور سمير أنا مضطرة كقاهرة إني أقعد وأتكلم مع حماس كفصيل مهم، وأنا بتكلم على المصالحة أو حل لهذه القضية، فأنا أغض الطرف عن اللي بيحصل وأفضل أتعامل معاهم علشان المصلحة الفلسطينية في نهاية الأمر وفقا للوثيقة في مستجد بعد كده، ولا القاهرة يعني هتشوف اللي على السطح وخلاص؟ لا، هذا الأمر لم يعد مقبولا، خاصة إن إحنا بندفع دم أولادنا مش رخيص. لما بتحدث على الأنفاق بتحدث عن 16 مصري متهم في قضية اغتيال الشهيد النائب العام موجودين في غزة الآن، ومصر طالبت بهم بالاسم وموجودين في غزة. وليس هم فقط، من أول الشهيد أحمد شحاتة اللي كان واقف على برج مراقبة في 28/1/2008 وتم قنصه من الأراضي المصرية، ومصر بلغتهم عن الشخص الذي قنصه ورفضت حماس تسلمه حتى الآن، إلى اللي هربوا من مصر أثناء اللي كانوا في السجون وهربوا ودخلوا أيمن نوفل وغيره، إلى بتوع جماعة الإرهابيين الموجودين في قطاع غزة، كلهم ترفض حماس. هذا الأمر لا يجب أن يستمر. إذا كان في فترة من الفترات إحنا بنراعي الحساسيات في الداخل، فهذا الأمر غير لا يستمر.
فالأمر الثالث والأكثر أهمية أنه داخل حرق داخل قطاع غزة الآن وتحت مظلة حماس ورعايتها توجد على يعني رقم لا يقل ما بين 4 إلى 6 جماعات تبايع علنا داعش. يعني علن. يعني القاهرة إيه اللي عليها؟ إيه المفترض أنها تقوم بيه تجاه المفروض حماس؟ أنها العلاقة مع حماس تحدد وفق الشروط التالية علنا. أولا ليه حماس؟ نسأل سؤال، لماذا حماس لا تقوم بولا عملية تجاه الجانب الإسرائيلي؟ لماذا تمنع التظاهر ضد إسرائيل يعني رفضا للحصار الاقتصادي وتسمح به على الجانب المصري؟ الإجابة في كلمة بسيطة، أن حماس مرتدعة بمواجهة إسرائيل. الثمن معروف، عنده في حاجة الإسرائيليين بيقولوا في حاجة اسمها شارة الثمن، هتعمل كذا هتدفع كذا، زي ما حد بيحط على البضاعة انه السعر كذا، بيقول له هتعمل مظاهرة تقرب من الحيط هعمل كذا، هتعمل عملية هعمل كذا. شارة الثمن يجب ان تكون معروفة سلفا في مصر ومعلنة، لان احنا مش دولة حيطها واطي حد ينط عليها، لا، واحنا مش اقل من اي حد بيحافظ على دم ولاده وعلى حدوده. فك الارتباط رسميا وعلنيا مع الإخوان المسلمين، تسليم كل المطلوبين من المصريين الموجودين هناك، التوقف عن تهريب الأسلحة وتهريب الأفراد وتهريب الأموال. أنا بقولها علنا أنه لا يمكن اكتساس الإرهاب في سيناء دون وقف العمل من داخل قطاع غزة اللي موجود فيه لواء موجود اسمه لواء التوحيد، موجود على حدودنا المشتركة في رفح الفلسطينية وعلى حدود رفح المصرية، يعلن رسميا ولاءه لداعش. طيب هقول كلام اهم. عندنا واحد اسمه ابو هاجر الهاشمي، ده الزعيم لولايه سيناء، ما يسمى بولايه سيناء. ده عمل حديث قبل شهرين تقريبا، منشور بالمناسبه على مواقع داعش الرسميه الاساسيه. هدد في حماس وقال لهم ايه، انا عندي اسماء، وذكر الاسماء اللي طلعت من حماس وجات انضمت إلى الإرهابيين في سيناء وقتلوا أثناء عمليات ضد الجيش المصري. عشان حماس طول الوقت تقولك هتولنا واحد. طب ما هتولنا واحد، ما هو بيطلع من حماس يروح. بالمناسبة لازم أقول ردة الفعل السريعة على هذه الوثيقة فلسطينيا بقى، والإسرائيلي كمان رد فعل الإسرائيلي. الإسرائيلي من الأول قالوا تحريف، الابتزاز الإسرائيلي معروف. أنا مبارح كان في متحدث في إحدى القنوات الأجنبية جابوا ناطق إسرائيلي فقال دول عايزين يدمروا إسرائيل ولا يعترفوا بإسرائيل. قلت له طب ما المنظمة اعترفت بإسرائيل، طلبتوا منها إيه؟ أنها تعترف بالدولة اليهودية. وبعد ما تعترف بالدولة اليهودية تعترف بالمستوطنين، بحق المستوطنين في القدس. بعد ما تعترف بحق المستوطنين في القدس تعترف إنه إحنا مش إحنا ملناش علاقة بالبلد. فالمشكلة عندك أنت يا إسرائيلي، مش عند الفلسطينيين. فالإسرائيليين ده الابتزاز المعروف، والأي واحد دارس للشؤون الإسرائيلية بيعرف إنه وهم ليهم مصلحة في تواجد حركة حماس زي ما قلت لحضرتك، هو في سببين غير النشأة، يعني مش عايزين نخش في التاريخ وكيف عقد عايز وزرمان اتفاق مع حماس أن تكون موجودا، كان اسمها أيامها المجمع الإسلامي. خلينا من التاريخ، في الواقع الحالي من مصلحة الاستراتيجية العليا لإسرائيل أن تبقى حماس في قطاع غزة لسببين قلناهم. سبب الأولاني تمنع إقامة الدولة الفلسطينية بشطريها غزة والضفة الغربية. سبب الثاني أن تبقى تنغص على حياة مصر. طيب داخليا في حماس بقى، النهاردة طلعت ظاهرة ودي اللي بنحذر منها، زي ما حصل من أول موافقة على وقف إطلاق النار عدد غير قليل من قيادات حماس وبعرفهم بالاسم وذكرتهم مرة للظهار في وجهه في مواجهة تلفزيونية، قلت له عندك فلان وفلان وفلان، تركوا حماس، تركوا القسام وراحوا للجماعات الإرهابية بالاسم، والأسماء موجودة عندنا. وزي ما أعلن أبو هاجر الهاشمي أسماء الناس اللي طلعوا النهاردة، الكتلة الإسلامية ممثلي حماس في جامعة بيرزيت اللي هي أكبر جامعة في الضفة الغربية، وأي حد يخش على النت هيلاقيها مكتوب يافطة كبيرة كده حماس وثيقة العار لا تمثلنا. ده رد الشباب اللي تحت. بالنتيجة بقى كباحث أمني هيحصل إيه؟ هتحصل مزيد من هجرة الناس اللي موجودين في القسام وفي حماس باتجاه الجماعات الإرهابية، لأنه في قانون في الأمن بيقول إنه الجماعات الإرهابية بتروح للأقصى للأكثر تطرفا تشددا. كنا عندنا التوحيد والجهاد، بقى ولاية بقى أكناف بيت المقدس، بقى القاعدة، من القاعدة بقى ولاية سيناء.
القاعدة في العراق كانت قبل ما تكون داعش كانت القاعدة وهكذا. ده خطر جديد وبالتالي فإحنا يجب أن ننتبه أكثر لأنه ستحصل عمليات هجرة داخلية من حماس باتجاهات الجماعات الإرهابية. هذه الجماعات الإرهابية حماس بتمنعها أنها تعمل عمليات ضد إسرائيل وبتغض الطرف إذا بتعمله في مصر إحنا ملناش علاقة روحوا. أو عناصر منهم يقول لك لا دول مش بتوعنا دول بتوع لواء التوحيد والجهاد أو جند الإسلام أو من المسميات الموجودة هناك وهم بيعرفوهم كويس جدا وبيعرفوا وقت خروجهم وبيعرفوا وقت دخولهم بيعرفوا هم مين ولم يبلغون على الإطلاق باسم واحد. لما أبو هاجر الهاشمي كشف بالأسماء دي أسماء كانت في حماس هنفترض إنها طلعت من حماس راحت للجماعات ما بلغتنيش ليه. طب في الاخر كده يا دكتور سمير مع الوثيقه ومع المتفائل بيها وحضرتك يمكن ضد هذا التفاؤل وشايف وعارف المراوغه والابتزاز السياسي اللي بيحصل ولا في مصالحه ولا في حل القضيه الفلسطينيه واللقاء المنتظر في الولايات المتحده الامريكيه في حال لو طبعا يعني الوصول لاي صيغه اتفاق حماس تعطل يعني. طيب جربنا كل الحلول لاستعاده الوحده الفلسطينيه انا شاهد على كثير من المفاوضات اللي جرت واللي يعني كل ما طلبته حماس تم تلبيته طيب. بما في لقاء حصل ما بين أبو مازن وبين خالد مشعل في الدوحة في قطر وتم الاتفاق عليه وحماس ثبت خالد مشعل لوحده وأنا شاهد ويكذبني خالد مشعل إذا يقدر طلب من أبو مازن أمامي قال له الجماعة عندي مش قابلين اتفاق الدوحة هجيبهم لك ومش هحضر معاك الاجتماع وانت اقنعهم وحصل هنا في استراحة الاندلس هذا الاجتماع طيب جربنا كل حاجة حكومة وحدة وطنية وتعالوا شاركوا بوزراء طيب حكومة الوحدة الوطنية بعت الحكومة دي بعت وزير الصحة على غزة عشان يشوف الوضع الصحي ضربوه بالأحذية بعتوا ثلاث وزراء حبسوهم في فندق ومنعوهم من انه يشوفوا الناس وبعدين رحلوهم على الضفة الغربية مرة أخرى شكلوا الآن إدارة مجلس إدارة لإدارة قطاع غزة والأمن وكل حاجة معاهم وزي ما قلت لك اقتصاديا بيجبوا الأموال منها إحنا جربنا كل وساطة مصرية دخلنا 10 مرات هناك عقد اتفاق القاهرة 1 و2 و3 إلى آخره طيب ماذا بقى؟ بقى هذا الخيار الذي طرحه الرئيس أبو مازن إنه أنت عايز قطاع غزة تحمل كل قطاع غزة ويعلن قطاع غزة إقليم متمرد عايز السلطة الفلسطينية مفيش بين البنين سلم السلطة وده لمصلحة فلسطين ولمصلحتنا نبطل الحجة الإسرائيلية انه يا ابو مازن انت بتحكم غزة لا بتحكمش غزة بس انت مش ده صالح القضية انت بتقطع غزة يعني انت بتتفاوض على ايه بعد كده هو ده السؤال أرض. وبالتالي اذا عايز ترجع اذا عايز تقول السلطة تصرف على غزة اذا تسلمها ولمصلحتنا احنا ان يبقى فيه قوة صديقة تاخد كل المعابر والحدود فتمنع الأنفاق تمنع التسلل تمنع التمويل تراقب الحدود يكون في تعاون وتنسيق أمني حقيقي مش إنه الناس يعدوا والله أنا ما كنتش أعرف كنتش تعرف إيه دي أسماء كل أنا بعرفها فما بالك أنت بتعرفها زي ما بتعرفهاش إذا في مجال بقول لك كل أسماء اللي لا يعني دكتور سمير إحنا محتاجين يكون في مجال أكبر وأكبر وبالتالي كمان وبالتالي لم يعد من الممكن بقاء الوضع على ما هو عليه لأنه ده استنزاف للقضية الفلسطينية وضياعها بالكامل وإحنا عندنا مخاطر السيد ترامب ما نعرفش هيطلع منه إيه ممكن ينقل السفارة هو يزور إسرائيل أول خروج له من الولايات المتحدة لا هيروح روسيا ولا هيروح فرنسا ولا هيروح بريطانيا هيروح إسرائيل في 25 واحد من مساعديه الآن موجودين في إسرائيل بيحضروا الزيارة فقد تكون هديته لإسرائيل هو نقل السفارة إلى القدس ولا نعرف استراتيجيته إيه بكرة اللقاء مع أبو مازن هو نفسه بنتلخبط مرة قال ليه حل الدولتين ما أي حل تاني وبعدين رجع قال لا حل الدولتين فلا نتوقع شيء فلا يمكن أن نسمح لحماس أنها تستمر في فصل قطاع غزة وتستمر في هذا الانقسام يجب أن يوقف هذا لمصلحة القضية الفلسطينية وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري من مصلحتنا أن يكون لنا جار طيب على حدودنا الثلاثة في ليبيا التي ما تزال تشكل خطرا حقيقيا داهما على أمننا القومي بحدود طولها 1051 متر حدود
لا يمكن تغطيتها بالكامل، وبالتالي يتم تهريب عناصر ويتم تهريب أسلحة منها. والقاهرة شغالة في المحور ده، والإخوة في السودان حدودنا الجنوبية التي لا يكف البشير أيضا عن تدريب جماعات ويرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وحدودنا الشرقية اللي موجود فيها حماس التي تسمح بوجود تنظيمات تعلن ولائها لداعش وتساعد داعش اللي موجودة عندنا في سيناء بالتمويل والتدريب والأفراد إلى آخر هذه المسألة. اكتساس الإرهاب من مصر يبدأ من غزة، لذلك يجب أن نضع حدا للانقسام الفلسطيني لمصلحة الفلسطينيين ولمصلحة مصر ولمصلحة الأمة العربية كلها. بجد أنا عايز أقول لحضرتك أنا مش عايزة اللقاء ينتهي. قليل قوي لما تتكلم في موضوع أو في ملف وتلاقي كل هذه الغزارة من المعلومات والأرقام والكواليس والأسماء موسوعة. الحقيقة دكتور سليم قطاس دايما بنشرف بحضرتك وبنستفيد من وجودك. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا بشكركم على المتابعة، وبكرة يوم جديد من الحياة اليوم. بكرة هيكون موجود مع حضرتكم زميلة عزيز تامر، وأنا أرجع أشوفكم على أول أسبوع اللي جاي بإذن الله على كل خير.